ان انت تفهم كل حاجه انا هشخصها ازاي، لان الكلام اللي انا هقوله النهارده ده عباره عن كل كيس. انا عندي جزء كده في الخاص بالكيس ده كله النهارده بس. انا واحده هتجي لي نزل عليها الدم، اكوردنج للوقت اللي نزل عليها ده انا هبدا اشوف هو ده اسمه ايه وابدا اعالج ازاي. طيب لازم النهارده تصبر عليا خالص خالص، تاخد بريك، اصل انا لازم اخلص الرجاله بتاعت الصبح، خلصنا المذكره فهتخلص يمين شمال هنخلصها. تحاول ان انت تغصب معايا على قد ما تقدر يا راجل. صوت والله ما نمت من امبارح من الساعه 6 ما بطش، خلصت جيت وانا لسه المفروض ما بطش لحد 8 بالليل، يعني انا دلوقتي كنا بطشين، اعتبرني كنا بطشين. صلى على النبي. انا هتكلم على ايه النهارده؟ انا هتكلم على ان واحده جات لي نازل عليها دم تاني النهارده. الكلام بيورنس بيورنس، يعني انا عايزك تبقى فاهم لان هطلب منك انفستيجيشن وتريتمنت كيس. طيب انا هتكلم النهارده عن واحده نازل عليها دم. منهجي الاسبوع ده بنتكلم في ايه؟ اتكلم عن بريجنت بريجنس ايرلي، اللي انا هتكلمه النهارده هنخلصه اللي هو الابورشن والاكتوريك والفيزيكولار موف. بعد كده هكلمك عن البريجنت بعد 20 اسبوع وهو الانتي بارتال بيرفورمانس، ودول اكبر كم عندنا. بعد كده هكلمك عن ميديكال ديس اوردر واخلصها، يبقى كده منهج الاسبوع ده خلص. شكرا. الاسبوع اللي جاي نخلص الولاده وابقى الناس خلصت خلاص. عندنا الاسبوع ده ان شاء الله حصه اوسكي، هناخد الاسبوع ده الاوبستيكال اكزامينشن، ازاي اعرف اعمل جريبس فاندر جريب فاندر ليفل الكلام ده. طيب بدايه الكلام خالص، جات لي واحده خبطت عليا الوقت نازل عليها دي نازل عليها ده دي كام اسبوع؟ قالت لك والله انا قبل 20 اسبوع. الموضوع اللي انا هتكلم عنه النهارده هو عباره عن البليدنج ان ايرلي بريجننسي. يعني ايه كلمه بليدنج ان ايرلي بريجننسي؟ يعني بليدنج حصل قبل 20 اسبوع. الكتاب بيقول لك او النوتس بتقول لك اللي حصل في اول 12 اسبوع، ما هو الاول 12 اسبوع دول انكلودد في اول 20 اسبوع، ما هو اكيد قبل 20 اسبوع اكيد ده منهم ال 12. فانا عايزك كده جنب حته يعني ايه بليدنج ان ايرلي بريجننسي، لو كتبت لك 12 قول له قبل 20، لانك دلوقتي لو ما كتبتش دي مش هتفهم حاجه. طيب الست اللي هتجي لي وبستبدل، يعني ايه وبستبدل؟ يعني حاجه نزل عليها دم قبل ال 20 اسبوع هتشتكي من حاجه من ثلاثه، او انا هفكر في حاجه من ثلاثه. البروفيشنال دايجنوستس بتاعك العلاج حاجه من ثلاثه، يا اما الست دي عندها ابورشن، يا اما الست دي عندها اكتوبيك بريجننسي، يا اما الست دي عندها فيزيكال موف. ولازم لازم 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 تطلع النهارده عارف انا بفرق بينهم ازاي، اتليست اتليست عارف انا بتكلم في ايه. طيب هل ممكن حاجه ثانيه تعمل بليدنج في الايرلي بريجننسي غير الثلاثه دول؟ اه بالهبل، ممكن يبقى في اسباب ثانيه ولكن نون سبيسيفيك، يعني ملهاش علاقه لا بالجينا ملهاش علاقه لا جينا ولا اوبستاتيك، يعني ماشيه في الاثنين. زي ايه؟ ده السيرفكس اهو ده عنق الرحم. ممكن لو واحده عندها سيرفايكال بوليب، يعني ايه حته فايبرس مش نازله منها كده، فكره البوليب دي انها بتبقى انفكتد وكونجستد فممكن تسقط دم فتعمل لي دم. هل بقى السيرفايكال بوليب دي لازم تيجي لواحده حامل؟ لا عادي واحده حامل واحده مش حامل. سيرفايكال كانسر، واحده عندها كانسر سيرفكس بتيجي الدم. في حاجه اسمها سيرفايكال اكتروبيوم، ايه الاكتروبيوم ده؟ بيبقى السيرفكس اهو بص وفي ايروجن حصل ألزر حصل وانت سبتها نون هيل ما اتعالجتش، تعمل ايفرجن تقلب لبره هتحس كده ان في حاجه زي الشفه كده اتقلبت لبره. بص تخيل كده ايدي دي كده السيرفكس اهي، ده السيرفكس اهو، والمنطقه اللي ما بين ايدي الاثنين دي عباره عن الايروجن اللي حصل. لما بيجي يهيل لو انت سايبه بيهيل بفايبروزس فيقلب لبره فيعمل كده، فتحت ايدك التيشو الرول اللي طلع لك من بره ده هيبقى كونجستد، اسمها اكتروبيو ايفرجن للوود بتقلب. بالظبط بالظبط اهو، هي بتبقى كده وانت سبتها نون هيلد هتهيل بفايبروس وتكبر. وكل الكلام ده سواء كان اكتروبيون ولا ايروجن ولا بوليت مش عايز، انا بتكلم النهارده حاسس نسي مستني. فانا عندي ان الست الحامل ينزل عليها دم، يبقى هو دم حاجه من ثلاثه، ايه هما؟ ابورشن اكتوبيك فيزيكولار موف. طيب ابدا بسم الله الرحمن الرحيم بالموضوع الاولاني وهو الابورشن. اولا يعني ايه كلمه ابورشن؟ قال لك والله كلمه ابورشن معناها interruption or termination of pregnancy قبل الفيتال ميديكال فيابيليتي. طب يعني ايه كلمه فيتال فيابيليتي؟ يقدر يعيش بره اليوترس. تاني كلمه ابورشن معناها interruption or termination of pregnancy before الفيتال ميديكال فيابيليتي، يعني ان العيل قادر يعيش اكسترا يوتراين، قادر يعيش بره اليوترس بتاع مامته. طب انا عندي سؤال، هو حوار ان العيل يعيش بره الترايم بتاع مامته ده بالنسبه لي احسبها ازاي؟ قال لك والله ده كل بلد، يعني احنا عند مصر غير في اوروبا غير في امريكا، كل ما كانت الفاسيلتيز انضف كل ما كان العيل هيعيش عند عمر اقل. واحنا هنا ماشيين يو كي، يعني كل المنهج بتاعنا ماشي على يقول لك دخلت بقى اوروبا وانجلترا والكلام ده،
فاحنا ماشيين ان بيقول لك والله الفيابيليتي عند 20 اسبوع او 500 جرام، يعني المفروض ان العيله ب 20 اسبوع او 500 جرام يعيش، اقل من كده ما اعتبروش فايبل. عندنا في مصر واخدين ال 28، يعني عندنا لو عيل واقسم بالله ما بتحصل، بس يعني بيقول لك رب لو ولادي تقول ال 28 ممكن يعيش. تاني بيعرف يعني ايه كلمه ابورشن، انترابشن اور ترمينيشن اوف بريجننسي قبل الفيتال ميديكال فيابيليتي، اللي هي كام؟ يا اما 20 اسبوع يا اما 500 جرام. ممكن الابورشن ده يبقى حاجه من الاثنين، ممكن يبقى سبونتينوس او ممكن يبقى انديوس. سبونتينوس ده يعني اللي عند ربنا واللي اسمه الثاني عشان الام سي كيو صح مسكريج، وانديوس ده انا اللي عملته. شكرا. ده اول حاجه. ايه تعريف الابورشن؟ انترابشن اور ترمينيشن للبريجننسي. امتى؟ قبل الفيابيليتي اللي هي كام؟ 20 اسبوع او 500 جرام. طيب شكرا. interruption or termination of pregnancy before fetal medical viability قبل 20 اسبوع او قبل 500 جرام. جميل قوي. صباح الفل. اللي بعد ايه الاسباب او قبل الاسباب قول لي التقسيم. بص يا باشا، قال لك والله الابورشن ده منه حاجه من الاثنين. قال لك بص الابورشن ده منه حاجه من الاثنين، ممكن يكون early abortion وممكن يكون late، ممكن يكون early miscarriage وليت miscarriage. early يعني ايه؟ قال لك ان الست سقطت قبل 12 اسبوع والليت بعد 12 اسبوع، يبقى انت لو مش كاتب فوق حوار 20 اسبوع مش هتفهم. تاني الابورشن ممكن اقسمه early وليت. early يعني الست سقطت قبل 12 اسبوع، ليت بعد 12 اسبوع، سواء قبل 12 او بعد 12 طالما انكلود في اول 20 ده بالنسبه لي اسمه ابورشن. جميل. فاهم؟ تاني البليدنج ان ايرلي بريجننسي يعني واحده ينزل عليها دم قبل 20 اسبوع، وده مفتاح الكيس بتاعتي. يجي لي كيس يقول لي كده برايم جرافيدا 18 اسبوع، اعلم على 18 واحط ثلاث اسهم، هفكر في ابورشن اكتبت فيسيكولار مول اشوف هحل ايه. النقطه اللي بعد كده الابورشن نفسه ممكن اقسمه كامبين ايرلي وليت. ايرلي قبل 12 اسبوع، ليت بعد 12 اسبوع. جميل. طب ايه الاسباب؟ ايه اللي ممكن يعمل ابورشن؟ ومن النهارده لحد ما اخلص المنهج هقول لك ان دايما اي حاجه من الحاجات اقسمها يا اما ماترنال، يا اما الام هي اللي عملت المشكله، يا اما فيتا. خلاص انا كبرت بقى. وانا قلت لك قبل كده الفيتا اللي هو عباره عن ايه؟ جينيتك ابنورماليتي. اشهر سبب تسقط العيانه هو مشكله في العين وهي جينيتك ابنورماليتي، وده اللي انا بعمل بيه سبورت للبيشن. لا معلش ما تزعليش الواد ده، معلش ده كان هيطلع عنده كونجنتال انوميلي كان هيبهدل. فاشهر حاجه في الفيتال الجينيتك ابنورماليتي. طب هل في حاجات ممكن تحصل في الام تعمل ابورشن؟ قال لك اه. زي ايه؟ اكتبهم لك. قال لك رقم واحد اناتوميكال، اثنين انفكشن، ثلاثه اندوكراين، اربعه هيماتولوجيكال، خمسه اميونولوجيكال، سته دي انا هزودها لك من عندي لسيلينيوس وكاتب بيكتب لك منك. انا ما اعرفش في موضوع زي الابورشن والابتيبوك والفيزيكال هرمون ارسمهم لك واقول لك بصمه ما ياكلش، لان الامتحان كله كيس. هو انا هيجي لي مشكله من دول واعرف ان ده ابورشن، فلازم ابقى فاهم اللي قدامي ده. وانا اي حاجه النهارده محتاجه هتكتب معايا كتير بس تفهم الاول وبعدين هتكتب لك كل حاجه. طيب هل ممكن الام، ايه الحاجه الاناتوميكال اللي ممكن تحصل عند الام تعمل لي ابورشن؟ اليوترس بتاعها في مشكله، ممكن يكون اليوترس بتاعها صغير اسمه يوتراين هايبوبليزيا، بتحصل صغنن. ممكن اليوترس بتاعها يبقى فيه سبتم موجود، كونجنيتال سبتم موجود، والسبتم دي عامله لي ايه؟ والسبتم دي مش مخليه ان العيل يكبر. ممكن في ساعات بنات بيبقى اليوترس بتاعها في حته كده، الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها رودومنتري هورن، يعني حته زياده. ما هو لو حصل فيها هنا عيل اهو حصل له امبلانتيشن هنا مش هيكمل. ليه؟ لانه مش هيعرف يكبر، المكان اللي المفروض يكبر فيه مش موجود. انا مش عايزك تركز في الكلام قد ما تركز لي ان اشهر حاجه اناتوميكال حاجه اسمها سيرفايكال انكومبتنس. سيرفايكال انكومبتنس يعني ايه بالظبط؟ انا عندي ايه الحاجه السداده اللي قافله لي السيرفكس علشان العيل ما ينزلش البلاد اللي موجوده في السيرفكس؟ فانا عايز السيرفكس يبقى قافل. السيرفكس ده الحاجه اللي بالنسبه لي حاميه العيل ان هو ما ينزلش. في بعض الستات يا اما السيرفكس بتاعها يبقى مهوي اصلا، او انت اتغبيت وانت بتولد وقطعته، فلما قطعته الفايبرز اتنزعت من بعضها فسبت كل ولاده يحصل لها سبسيكوينت ابورشن. وفي كل الحالات انا عايز الكلام تاخده رقم ان انا عندي ممكن الست تسقط اناتوميكال. اه ازاي اناتوميكال؟ عن طريق ان ممكن يبقى اليوترس صغير، ممكن يبقى في كونجنتال انومالي، ممكن يبقى في سبت، ممكن يبقى واسع، اسمها سيرفايكال انكومبتنس.
اثنين انفكشن، اي انفكشن من الاستورش تسقط. ثلاثة الاستورش السيفالس التوكسوبلازما اي حاجة من دول هتسقط. ثلاثة الاندوكراين مهمة. اولا الستات اللي عندها uncontrolled diabetes، يعني انا لو جات لي كيس دايابيتس بس لا، هو كل الستات اللي عندها سكر هتسقط ام كنترول، واحده سكرها 400 450 ومش متابعه هتسقط. او الاشهر والمهم جدا بالنسبه لي هو حاجه بتيجي كتير اسمها ال بي دي، وهي كلمه ليوتيال فيز ديفكت. هم انا قلت لك ليوتيال فيز ديفكت انت فهمت بالظبط. الليوتيال فيز ديفكت معناه ان الكوربس ليوتيال ما بيطلعش بروجسترون، يا اما ما بيطلعش بروجسترون بكميه حلوه، يا اما ما بيطلعش بروجسترون لمده معينه. انا المفروض يفضل يطلع عندي 3 شهور بروجسترون، وفي كلا الحالتين مفيش عندي مثبت حمل، وفي كلا الحالتين الست تسقط. اللي حلها هقول لك ادي لها انا بروجسترون تاني. انا بتكلم عن الابورشن هو سبونتينوس او انديوسد تيرمينيشن اوف بريجننسي قبل ميديكال فيابيليتي 20 اسبوع. ايه الاسباب؟ ماتيرنال وفيتال، والفيتال جينيتيك، والماترنال اناتوميكال اي حاجه هتحصل في الاناتومي. انفكشن اندوكراين، ركزت لك في الاندوكراين على حاجه اسمها اليوتيال فيز ديفكت، ان في مشكله في الكوربس ليوتيال، ومشكله الكوربس ليوتيال انه مش بيطلع بروجسترون، فما فيش مثبت حمل، فمش عارف اثبت الحمل، فالعيل يقع. حلها اديها بروجسترون. هنتكلم عن الوقت في العلاج. هيماتولوجيكال، اي مشكله في الدم هتعرف، عندها ثرموفيليا، عندها اي هيموفيليا، عندها اي حاجه ممكن تسقط. اميونولوجيكال زي اللي انا قلتهم لك قبل كده، سيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس من الحاجات اللي ممكن تعمل بسبب الاميونيتي ومناعه الست واقعه انتي انتي بودي رياكشن وتسقطها. ثم بسيلينياس اللي انا مزودها لك دي عشان نقطه مهمه جدا وبتيجي في الكيسز وانت بتختارها في الاكسبت، الا وهي سايكولوجيكال. قال لا، هي ممكن الست تسقط عشان سايكولوجيكال، اه خبر خبر حزين زعلها قوي تقوم سقط، حاجه سايكولوجيكال بتعمل ديبريشن من الاكسس من فوق، بتقفل اصلا الاستروجين بروجسترون سنتر من عند الهايبوثالامس، ودايما الهايبوثالامس هو اللي بيكنترول الايموشنز. يعني لما يجي يسالك بعد كده في الجاي يقول لك ليه البنت اللي عندها امتحان بكره ممكن البريو يتاخر عليه، ليه اللي عندها ستريس وعندها مضايقه ممكن البريو يتقدم من عليه، هايبوثالامس. الهايبوثالامس هو اللي بيكنترول الخلايا دي كلها، وبيطلع اف اس اتش وال اف جونادوثيرابين ريزم هرمون اللي بيشتغل على بيتري اف اس اتش وال اتش، فالاكسس بيقف. اوفر اول انا عايزك لو سالت قلت لك بيعمل بيوقف الاصل يطلع شيء نار اتش من الاول اوفر اول خالص. انا عايز اقول لك ان الابورشن ده عباره عن ايه، ان العيل هينزل قبل 20 اسبوع، والاسباب انا قلتهم لك، انا عايز انت فهمتهم وحفظتهم. طيب النقطه اللي بعد كده، صل على النبي، ايه الانفستيجيشن اللي انا ممكن اعملها لواحده عندها ابورشن؟ النبي لتقول انا عايز البيزي الترا ساوند رقم واحد. اول حاجه سلام عليكم، عليكم السلام، هعمل لها سونار مفيش فيها هزار. دي اتنين البيتا اتش سي جي عشان اشوف اخبار الحمل ماشي معايا ازاي. تلاته ممكن ادور على الكوز، ممكن ادور على السبب. يعني مثلا لو الست كان السبب عندها فيرال انفكشن فانا هدور على السبب الفيرال انفكشن، والله لو الست عندها سيرفايكال انكومبتنس فهعمل لها حاجه ادور على السيرفايكال انكومبتنس. اوفر اول ادايجنوز عن طريق الكوز، اشوف الكوز عامل ازاي، ولكن ببدا الترا ساوند. 2 بيتا اتش سي جي نقطه. خلاص خلاص انا خلاص نص الابورشن خلص. بمنتهى البساطه الابورشن هو انترابشن او ترمينيشن للبريجنسي قبل الميديكال فيابيليتي 20 اسبوع او 500 جرام. 2 على فكره الابورشن مشهور قوي، انت عارف الابورشن نسبته كام؟ 15%. يعني من كل 100 ست في 15 واحده بتسقط، وده رقم مهول مهول. يعني لو احنا 100 في 15 واحده هتسقط في القعده المباركه دي. ليه؟ هنتكلم دلوقتي. ولكن اوفر اول اسبابه، يا اسباب في العيل يا اسباب في الام، ولو جالي قال لي الموست كومن وخير لي من كله هختار الجينيتك ابنورماليتي، وفي الام هختار الاناتوميكال او السيرفايكال انكومبتنس على حسب هو جايباني ازاي. وعرفت حاجه في الاندوكراين المهمه وركزت عليها اسمها ليوتيال فيز ديفكت، يعني مفيش بروجسترون. وكلمتك في الانفستيجيشن قلت لك عبيط. شكرا. صلي على النبي. من اروع الحاجات اللي اتعملت في النوت هي الورقه الثانيه. الورقه الثانيه كتاب طبعا النوت حاطه لك ايه اسبابي الاول وبعدين علاج، انا حطيت لك الاسباب والعلاج جنب بعض عشان تسهل مذاكرتك. دي لوحدها كنا بناخدها لوحدها الكتاب حوالي 15 ورقه. الكتاب قام رازعهم لك جنب بعض وقال لك بص خد كلمه عن كل حاجه. جميل، هتساعد طبعا لان الكيس مش هتاخد مني دقيقتين في حلها. صلي على النبي، سيب بقى الكلام.
واحده اسمها في التخبط كلمتها في التليفون وليكن مدام مياده الرقم لان اسال عليكم ازيك مياده لا قلت لها ازيك مياده انت عارف رقمها منين ولا مسجلها منين ما ينفعش تقول لها ازيك مياده لا انت مين اقول لك انا مياده لو قلت لها ازيك مياده برضه انت عارف طب انت عارفها منين اقعد شويه لا اخبارك ايه عامله ايه طب فكريني المهم عرفنا ان هي مياده نخش في الموضوع مياده اتكلمت تقول لك يا دكتور الحقني انا نازل عليا دم ايوه مياده عامل ازاي يعني والله يا دكتور هو دمه قليل وعندي شويه وجع صغيرين جولي بعد الدم قليل يا مياده ولا كتير لا قليل طب قلت لها طب ساعه كده وتعالى جت مع جوزها وهي داخله فاتحه الباب انت ما تبصش جنرال كونديشن بتاعتها عسل حلو جايه ماشيه وجميله ولابسه وتمام وزي الفل ايه الاخبار الحمد لله كويسه بتشوف ضغطها كويس البطس بتاعها كويس كل حاجه اهم حاجه عندي انا نسا فافحصها فحص نسا فهعمل بي في احط ايدي في الفالفا عشان احس السيرفكس لقيت السيرفكس كلوز مقفول لا بص يا مياده اللي حصل ده حاجه اسمها ثريتند ابورشن واللي معناه الاجهاض المنزل طب يا دكتور ده يعني سببه ايه الله بص يا مياده والله ده كان اجهاض ريبريزنت طلع لي بشويه دم ولكن انا استلم مطمن مطمن ليه عشان عنق الرحم قافل طب يا دكتور حلو هيكمل ازاي الحمل هيكمل ولا هيصفر والله 50 50 ما اعرفش 50 50 50% يكمل حمل عادي خالص و50% لا مش هيكمل للاسف طب يا دكتور اعمل ايه قال لك والله بص 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 كومبليت فيزيكال اند مينتال ريست ارتاحي ما تتحركيش من على السرير افويد انتركورس واعمل لك فولو اب والاهم اللي انا عايز احطه في الجوكر ناتشورال بروجسترون بس ده المشكله الحوار ده ان الكوربس اللي فيها معايل معاك ما طلعش بروجسترون كافي وانا عايزك في حاجات النهارده انا عايزك انت تعرفها بغض النظر عن ام الامتحان عايزك تعرف ان انت لو عندك في البيت حد حاجه وقع عليه شويه دم حاجه انا كده كده هوديه المستشفى قبل ما اوديه اعرف ان البروجسترون ما بيخسرش يعني البروجسترون عمره في حياته ما هيضر اشهر حاجه عندنا في البروجسترون ده حوار البروجسترون عشان اعمله في حقن اسمها برونتو جيست دي بتتاخد حقنه يوم بعد يوم جميل او اربع حبات دوفاستون مشهور قوي خلاص بس يوم جاي مكلمه اقول لها والله معلش لو سمحتي هاتي لي اربع حبات دوفاستون دلوقتي خديهم مع بعض لحد ما اعرف المشكله فين ممكن دول ينقذوا العيل لان انا اديت بروجسترون بلود عالي رفع لي الاكسس حلو قوي ده مين اسمه ثريتند ابورشن يجي لي الكيس يقول لي فيميل بيشنت برايم جرافيتا عامل لها 12 اسبوع بريزنتد باي مايلد بليدنج مايلد بين اند باي لوكال اكزامينيشن السيرفكس ووز كلوزد دي حاله ايه ثريتند ابورشن مياده كلمتك تاني بقى مياده اه يا دكتور نزل عليا دم كتير وعليا وجع كتير جت بقى العياده وتبص عليها هتلاقيها بقى جايه بص مهرجل عارف الاسدال اللي هو شبه الضفدع ده اللي هو وبتاع جايه بالاسدال وشايلينها ويا عيني بقى بيل خالص بتبص عليها لقيتها هايبوتنسيف تاكي كارديا بالهبل بتبص بتفتح السيرفكس مفيش حاجه نزلت منها جت دم كتير بتبص على السيرفكس لقيته مفتوح مفيش عندي حاجه اسمها انا اقفل السيرفكس مفيش حاجه اسمها كده مفيش الاوبشن ده هو السيرفكس وانس اللي فتح دخلت في ولادي الابورشن ده اسمه ايه ولا والله احنا في حاجه اسمها انفيتابل ابورشن كلمه انفيتابل يعني ايه حتمي انت هتسقطي يعني هتسقطي خلص ان احنا كده هنسقطه الواد ده نازل يعني نازل طب يا دكتور مفيش حل نسقطه خلاص عرفتها منين بين كتير بليدنج كتير بليدنج الاول بليدنج كتير بين كتير ببص لقيت الجنرال كونديشن بتاعها ديتيريوريتد اهم حاجه السيرفكس از اوبن ودي اللي هتفتح لي الكيس اعمل ايه ما تبصش الاول ما تبصش غير لما اسالك الاول ما تبصش الواد اللي مات ده هنزله مفيش اوبشن تاني غير ان هنزله قدامي اوبشن من اتنين الايرلي والليت اللي هو قبل 12 وبعد 12 واحد هنزله ميديكال وواحد هنزله سيرجيكال مين اللي ينزل مين ومين اللي ينزل مين غلط حلو يبقى انا بقى كده افتكرتها خلاص بص بقى يا سيدي صلي على النبي العيل قبل 12 بينزل سيرجيكال والعيل بعد 12 بينزل ميديكال قول لي ليه اقول لك انا سيرجيكال المره الجايه هجيب لك الالات انا سيرجيكال بعمل بحاجه اسمها الكيوريت المكحته حاجه زي المعلقه الصغننه كده بخش جوه اكحت ضنط الرحم واكحتها اكحتها وانزل بعمل عمليه اسمها دي ان سي دايليتشن اند كيوريتاج بوسع السيرفكس واقوم داخل كاحت الحاجه دي وانزلها العيل وهو صغير اقدر اعمل كده انما وهو كبير مش هتعرف تلاقي عندك حاجات تشو تشو عيل وعظم مش هتعرف تعمل الكلام ده فعلشان كده الواد وهو صغير اعرف اخش سيرجيكال انما وهو كبير بديلها حبوب اللي بتعمل اجهاض الميزوتاك السيتوتيك تقوم جاي حاطاها حبات تحت اللسان او فاجينالي وبعدين تقعد دي تعمل كونتراكشن تفعص العين وينزل في التويليت بعد كده خلاص بقى مش دعوه بيه
فالعيل الكبير بينزل ميديكال، الصغير بينزل سيرجيكال، اوعى تنساه. يبقى انا من الاول فهمت بقى انا في الكيس بصيت بصيتين، البصه الاولانيه على حوار الايدج 12 اسبوع ده، عرفت ان انا رقم واحد بتكلم عن ابورشن، رقم اتنين او اللي 11 اسبوع، رقم اتنين عرفت ان انا هعالج ازاي. انت بتضل صح صح اقل من 12 اسبوع يبقى ده هيتعالج بالنسبه لي، ملوش حل غير ان هو يتعالج سيرجيكال، اكتر من 12 اسبوع هيتعالج ميديكال. جت كلمتك ميادة قالت لك بص بقى يا دكتور ازايك اخبارك ايه، قلت لها انجزي، قالت لك يا دكتور انا نص العيل نازل، انا وانا بصة كده لقيت حتة لحمة كده موجودة، ده اسمه ايه؟ ده اسمه انكمبليت ابورشن. يعني ايه انكمبليت ابورشن؟ حتة نزلت وحتة ما نزلتش. قال انكمبليت ابورشن زيه الانيفيتابل ابورشن في العلاج، الانكمبليت ابورشن زي الان ايفيتابل في العلاج. يعني ايه؟ هنزله لو قبل 12 اسبوع هنزله سيرجيكال، لو بعد 12 اسبوع هنزله ميديك. بس ميادة كلمتك في التليفون وقالت لك يا دكتور انا نزلت العيل كله الصبح على المكان على الملاي، نزلت كل حاجه بقى خلاص. استنى استنى، انت فاكر في الان ايفيتابل السيرفكس كان عامل ايه؟ اوبن ومال في التريتنس كلوز. هنا هو في الانكمبليت بيبقى بارشالي كلوز، تبقى مهمة. ليه؟ تبشي كلمة النهاردة مش فاهمت، السيرفكس عنده حاجة اسمها ريفورميشن. يعني ايه؟ مجرد انه فتح وبدأ ينزل حاجة بيبدأ يلم ويقفل تاني عشان يرجع الوضع الاولاني خلال الولادة. علشان كده انا في الولادة لازم انجز، يعني ما ينفعش السيرفكس يبقى فاتح قدامه وانا واقف اتفرج كده، هيقفل تاني هيرفورم تاني. فده اللي بيحصل، مجرد ان هو بدا وفتح طبعا هنا مفيش كونتراكشن عذره زي بتاعه الولاد، فينزل حته عيل ويبدا السيرفكس يريفورم. فلما اشوف ان الانكمبليت الانكمبليت ابورشن السيرفكس از بارشلي اوبن ما استغربش، لا تقوم اعملها اكسبت، لا مش اكسبت ولا حاجه، هو صح. وليه؟ لان انا مع الوقت انت عارف حالا هو في الكومبليت بيجي لك اصلا السيرفكس بتاعها كلوز خلاص، شكرا انا خلصت نزلت اللي فيها وقفت. يعني الست ده هي اللي بتجيلك بيقول لك هيستوري ان انا سقطت قبل كده، انما غير كده والله ما تعرف. انت بتبص تلاقي السيرفكس قافل عادي خالص. طب سؤال، الكتاب بيقول لك ان البيت كلوز ده اهي مش عامل لها حاجه، شد لها دواء. يا راجل مالناش دعوه بجرب ادب، مالناش دعوه، احنا طابحين الكل، مالناش دعوه بالكم ودولكم. وانا عشان كده ما كنتش عايزك تستر ده، لان هتلاقي في فاريشن. اتفرج على القرعه اللهم صل على ربنا يبارك لكم، بس اتفرج بره الدنيا هتلاقيها بره مردغان. احنا نحس ان احنا اشيخ من ده، الرجاله دي باين في سنه سته يعني بخمسه دبلرين بقى، بتلاقي الباشا واخد معهد كامل مثلا في المحاسبه، شايل المحاسبه 12 مره وجاي هنا مره 13 والمصحف. خلينا مالناش دعوه بحاجه، احنا خلينا زي ما احنا غلابه، احنا غلابه. المهم الكتاب بيقول لك والله في الكومبليت ابورشن انا ما بعملش حاجه. يا راجل حرام عليك، يعني البنت اللي حالك فلوس وجايه تقطع كشف عشان تقول لها روحي انت كويسه انت سقطتي خلاص؟ لا، بيني وبينك كده لما تجي لك واحده مسقطه تكتب لها انتبيوتك عشان خاطر الانفكشن، وبتدي لها حاجه كوبوليك تزود انقباضات الرحم، جايز يا عم يبقى في حته بقيه ولا حاجه كده، او اي منكش حل بيه قرشين. بس اتكلمت على التريتنت ابورشن، السيرفكس مقفول ودمه جاي وعلاجه بروجسترون. اتكلمت على الانيفيتابل ابورشن، السيرفكس مفتوح دم كتير، علاجه ميديكال او سيرجيكال اكوردنج للتايب. اتكلمت على الانكمبليت ابورشن نفس علاج الانيفيتابل. اتكلمت على الكومبليت خلاص كل حاجه عدت. النوع الاشهر اللي هتقابله وهو اشهر نوع من انواع الابورشن، اتفضل. النوع الاشهر في الابورشن وهو اشهر نوع هتقابله وهو المزد ابورشن. ايه بقى حوار المزد ابورشن؟ ايه ده وركس؟ لان الكلام دلوقتي هيتغير. صلى على النبي. سمعت قبل كده عن واحده تقول لك يا دكتور انا العيل مات في بطني وبعدين عارف الاكسيدنت، تقول لك يا دكتور انا العيل بقى... هي تروح للدكتور التابع، راحت هناك تتابع بالصدفه، بتحط الجروب، الدكتور قال لها على فكره الواد ميت. طب هتسال نفسك سؤال ازاي؟ يعني انا الابورشن معناها ان عيل مات وبالتالي اليوترس دخل في كونتراكشن فنزل العيل اللي مات. ازاي واحده العيل يموت في بطنها وما يحصلش كونتراكشن؟ ماشي، المفروض برضه يحصل كونتراكشن بالراحه. لا صل على النبي، انت لازم تفهمها عشان تكتبها لانها مزه. بص يا سيدي، قال لك والله بمنتهى البساطه العيل ده بيحصل له كوريو ديسيدوال سيباريشن فبيموت. كسبنا صلاه النبي، يبقى المفروض لما يموت اللي يحصل يحصل كونتراكشن وينزل ابورشن. قال لك لا، كورباس يوتيام ستيل سكريت بروجسترون كوزنج يوتراين ريلاكسيشن. الكورباس ليوتيام بيتغابى مش واخد باله. ما انا لسه في الاول 12 اسبوع ده الكورباس ليوتيام ايه اللي حصل؟ العيل مات.
ولكن الغبي لسه بيطلع بروجسترون. فايه اللي حصل؟ يترين ريلاكسيشن، فالرحم مش في دماغه. انت مت وما متش، انا عامل ريلاكسيشن كان بالظبط الحمل جواه. اعرف انا منين؟ اعرف باي انفستيجيشن. ايوه هي جت تقول لي مثلا دكتور العين ما عادش بتتحرك، فانا بعملها ليه؟ العين مات. ده ايه؟ ده اسمه ميز ابوش. حد محترم يقول لي اخبار الستيت اوف سيرفكس ايه؟ مقفول ولا مفتوح؟ مقفول 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 طبعا. اعرف منين؟ تيجي تقول لك لا الاول اسمتوم عشان الكيس ده الكلام ده هزوده صح. واحد هتقول لك فيلير اوف فيتال موفمنت. يا دكتور تقول لك ده اهو يا دكتور، هي اللي جابها عندك العياده كده. يا دكتور على فكره انا من امبارح العيل ما اتحركش، مش حاسس حركه. او تيجي تقول لك يا دكتور في عندي فيلير اوف بريجننسي، او خليها ريجريشن، ريجريشن اوف بريجننسي سيمبتوم. ودي من الحاجات اللي بترعبك. ازاي؟ حاجه من البريجننسي سيمبتومز الترجيع. فالمفروض المفروض الست في اول 3 شهور بترجع. لو كلمتك في التليفون في نص الاسبوع العاشر تقول لك يا دكتور بص الترجيع وقف امبارح حلاوه، قال ده معناه مصيب. هو ايه اللي يوقف؟ مش المفروض ان انا في بريجننسي سيمبتوم؟ جت تقول لك يا دكتور بص الحمد لله رب العالمين ما عنديش بسيط، انا بطني وقفت مصيب. ايه اللي وقف بطنها انها تزيد؟ اي حاجه من البريجننسي سيمبتومز اللي اتكلمنا عنها في الماتيرنال تشينج لو حصل لها ريجريشن خاف العيل ده بيموت. ما انا عارف بس بتكلم على لو موجود وحصل له ريجريشن. واحده ما بترجعش القصه لوحدها، واحده بترجع مره واحده وهي في الترجيع في مشكله. تاني انا بتكلم على نوع اسمه الميزد ابورشن، والميزد ابورشن هو عباره عن ان العيل بيموت جوه مامته ولكن ما بيحصلش يوتراين كونتراكشن. السبب قال لك والله بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه ان في بروجسترون طالع بطريقه او باخرى عامل يوتراين ريلاكسيشن، فما فيش كونتراكشن فالعيل ما بيطلعش. هو ايه اللي بيعمل في الابورشن البليدنج اللي بيعمل السيبريشن بتاع العيل، وايه اللي بيعمل البين الكونتراكشن بتاع اليوترس عشان خاطر ينزل العيل؟ الاثنين مش موجودين، فالعيل قاعد زي ما هو. اعرف منين؟ تيجي تقول لي ما عادش العيل بيتحرك. يا دكتور الحقني انا ما عادش بطني بتكبر. يا دكتور الحقني فاعمل سونار الاقي العيل مات في بطنه. طب الحل؟ نفس الكلام. قال لك والله بسم الله الرحمن الرحيم في نقطه كده، افرض جات لك ده الكلام ده كان في الاسبوع العاشر، اعمل ايه؟ اكسبكتد تريتمنت، اكسبكتد تريتمنت، ولا هعمل اي حاجه ولا اقعد في دواء الواد هينزل ليه؟ هقول لها لو استنيت ل 12 اسبوع الواد هينزل. اشمعنى 12 اسبوع؟ محترم الكوربه في فيهم هيموت، مش الكوربه في فيهم 12 اسبوع بس، بعد 12 اسبوع هيموت، ما عادش بروجسترون هينزل. فاول حاجه خالص اكتب كده جنب كلمه اكسبكتد قول لحد 10 12 ويك. اشمعنى 12 ويك؟ علشان بعد 12 ويك الحمل هينزل، فلما البروجسترون هيقل لان ما عادش كوربس ليوتيف، لان المفروض يطلع بلاسينتا وما فيش بلاسينتا خلاص. فايه اللي يحصل؟ تلاقي مره واحده العيل دخل في كونتراكشن وطلع. او يا عم والله يا عظيم فضالي سيرجيكال لو انت عايز، او يا عم والله فضالي ميديكال لو انت عايز. اللي انت عايزه بقى اعمله. عندي حاجه في الميديكال او في الايفاكيويشن اسمها ساكشن، عشان لو قريتها. والساكشن ده يعني ايه؟ ده عباره عن سرنجه كبيره كده هوريها لك النهارده انت شفتين النهارده الرجاله. كان في حد في المتحف اهو، شوف كنا احنا بره في خيله بره كده سنه 6 اكتوبر، كنا بنراجع الشرايط والالات. ان شاء الله باذن الله قبل الامتحان هنعمل كده بمنتهى البساطه خالص. ده عباره عن سرنج كده هوريها لك موجود، ليها بتاع كده من بره، ليها تريجر كده موجود، عباره عن سرنج عادي 50 بتطلع تشفط بيها بره تعمل نيجاتيف بريشر. وانا بره في الشارع اهو اخش جوه اقوم ريليس تريجر او مفضي حته كده كعمل زي المكنسه تقوم شافت بطانه الرحم. حلاوتها انها ما بتعورش الست، هي بتاخد يعني انا بقوم سحب كده بره فانا كده معايا 50 ملي هواء، وبعدين اقوم داخل جوه عامل ريليز، فهو النيجاتيف بريشر يسحبهم لي بقى الدم اللي موجود. هوريها لك حاجه اسمها سكشن ايفاكيويشن بالام دي اي، هوريها لك دلوقتي. طيب الميزد ابورشن بقول لك خلاص انت كده عرفت كل حاجه فيه. انا كده خلصت الابورشن اهبل وعبيط، طولت حصه خلصت في كتير كلام. يا بسم الله الرحمن الرحيم، انا حاله الابورشن هعرفها منين؟ في الامتحان عيل مات ماي بيلينج الابورشن انتربشن اور تيرمينيشن اوف بريجننسي قبل الفيتال ميديكال فيابيليتي 20 اسبوع او 500 جرام منه حاجتين ايرلي وليت. قبل 12 ايرلي، بعد 12 ليت. النقطه اللي بعد كده الاسباب اناتوميكال وفيتال، والفيتال هي جينيتك. طب والاناتوميكال هي الماتيرنال اناتوميكال انفكشن برينال ماتولوجيكال نيورولوجيكال، وفي الاخر اولد ميديكال. وميديكال عندها هايبرتنشن عامل موت العيل الى اخره. طب بعد كده قلت لك ايه؟ قلت لك لا بالراحه بقى كده، تعالى اكلمك عن انواع. جات لك واحده السيرفكس كان قافل، هفكر في حاجه من ثلاثه. تعالى نقلب الموضوع كيس بروفيشنال دايجنوز. قال لي اند ذا سيرفكس از كلوزد، هفكر رقم واحد ممكن يكون الفريشن ابورشن، اثنين ممكن يكون الكومبليت ابورشن، ثلاثه ممكن يكون الميزد ابورشن. هنا هيقول لي الست نزل عليها شويه دم موجود،
هنا هيقول لي والله ان البيشنت حصل لها كومبليت اكسباتشر اوف فيتس، خلاص خلصت من زمان. هنا هيقول لي ان البيشنت جايه بريجريشن اوف سيمبتومز، جايه من غير ولا نقطه دم، المسد ابورشن ده ما بينزلش عليها دم، فاعرف فرق الثلاثه. المسد ابورشن ليه ما بينزلش عليها دم؟ لان مفيش حاجه فتحت ولا فصلت ولا نيل. طب الفريتن ده ابورشن ليه بينزل عليها دم؟ لان هو حصل كوريو ديسيدوال سيبريشن، بدا يفصل شويه. طب الكومبليت ابورشن لا خلاص هي سقطت، فهيقول لك هيستوري اوف سقط. وبكده اعرف حل اي كيس، القط بس ان ده ابورشن واعرف نوعه على طول. اسال سؤال في ميت بيشنت جايه 8 اسابيع بريزنتد باي فاجينال بليد اند باي اكزامينيشن ذا سيرفكس واز كلوزد، لاين اوف تريتمنت از بروجستيرون بيدرست ويف بروجسترون ناتشورال بروجسترون. في ميت بيشنت جايه 10 اسابيع ريبريزنتد باي سيفير فاجينال بليدنج اند سيفير ابدومينال بين اند باي اكزامينيشن ذا سيرفكس واز اوبن، لاين اوف تريتمنت از 10 اسابيع سيرفيكال ايفاكويشن، امسك المكحه وفضي. في ميل بيشنت جايالك افتر اكسبالشن اوف ا كومبليت فيتس، ايه النوع بتاعه؟ كومبليت ابورشن. بس ده الفكر، شكرا، خد نفس. نقطة محترمة حلوة. أنا ليه العيل اللي يموت مسيره؟ ما هو بدل بالظبط، ما هي بدل ما عندها بطن بقى عندها بطنين، وهعتبره كورة جوه. لا، ممكن يحصل له انفكشن، ممكن يحصل كور انفكشن دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجلوس، جلطات تتكون ويحصل. لا هناخد الدي اي سي بالتفصيل يعني. طبعا يقول لك كده اصلا اكتر سبب يخليك تجيلك ليست ابورشن انفكشن تبقى انش الان وانا مش بقى الان دي حاجه ميت ابورشن فهم الزرار اهو. تعالى اخد التوبيك واقرا معاك الابورشن مع بعض تاني. نعم براحتك. نعم كمان من خالص اخري قوي بدلها اكبر حاجه زود انقباضات الرحم وانتبيوتيك عشان لا لو كبريت بورشة معك كل حاجة بتفرق، كل حاجة بتفرق، كل لأنه وضع حاجة بتضل خطر كل حاجة بتفرق. صلي بينا على النبي. شوف هيطلع التجميل المذكرة، عم تجيب المذكرة دي زي ما خلصت الاكتوب. طلع على النبي، طلع على النبي. الاكتوب بريجننس يعني الحمد خالق الرحمة بالراحة بقى، لأن الكلام بص الكلام في الاكتوب الكلام كبار والله. هتحس ان الموضوع هيتهوى مننا النهارده. اتنين النهارده الرجاله دخلوا في هايبوجلايسيميا في النص ورحنا قبلهم نجيب لهم حاجه يفوق. فركز لان الاكتوب صعب بالراحه عشان هنكتب كتير. صلى على النبي. الاكتوب البريجنسي او الحمل خارج الرحم. اولا يعني ايه كلمه اكتوب البريجنسي؟ انا عايزك تعلم معايا بقى، تقوليش لما اقول لك اكتوب تقول لي حمله الانبوبه. غلط. امال اي مكان هيحصل فيه حمل غير النورمال يوترين كافيتي از كونسيدرد اكتوبك. اني بريجننسي هتحصل في اي مكان اذر النورمال اكتوبك بريجننسي از كونسيدرد اكتوبك. يعني ايه يا سيدي؟ ادي عندي جزء الانابيب، ادي عندي الفندس بتاع اليوترس، ادي عندي اليوترس نفسه اهو، وادي السيرفكس تحت. والله جت الست. انا ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان بيحصل عندي فيرتلايزيشن، بيحصل في اوسع حته اللي اسمها الامبوله هنا اهو، والمفروض ان انا عندي هنا اهو سيليا. وظيفه السيليا دي انها تنقل الحته اللي فيها الجنس وترجعها لي. ده المفروض الطبيعي. والله لو حصل حمل في اي مكان غير النورمال يوتراين سيجمنت، الحته اللي موجوده هنا النورمال يوتراين كافيتي، هسميه اكتوبك بريجنسي. يعني لو حصل هنا حمل وهو الاشهر 90% هسميه اكتوبك بريجنسي. لو حصل في السيرفكس هنا هسميه اكتوبك بريجنسي. لو حصل عند حته اسمها الكورني، الكورني دي هي الفتحه اللي بتوصل ما بين التيوب وما بين اليوترس، هسميه اكتوبك. لو حصل انترا ابدومينال هسميه اكتوبك. لو حصل لو واحده عندها كونجنتال انومالي وفي نوردومنتال هورن وحظها الفقر ان الحمل حصل له، هسميه اكتوبك. اي مكان هيحصل فيه الحمل غير اليوترين اندومتريوم نفسه هسميه اكتوبك بريجنسي. طيب الاكتوبك بريجنسي النسبه بتاعته 1.5%، وده رقم كبير. من كل 200 ست ارمي لك يا عم 15، بس رقم كبير برضه. اشمعنى؟ ايام زمان بتكلم مثلا، مش زمان ده اللي هو من 15 سنه، كان الاكتوبك ده نوادر زي السندروم كده اللي هو شفت حمل خارج الرحم النهارده. دلوقتي على الاقل بيعدي عليك في النبطشيه 2 3.
بالهبل. يعني انا امبارح اقسم بالله اتنين كانوا يكتبوا برينج ساعات، انت مجرد اصلا النهارده اقول لك انك ازاي تلقطها في ثانيه على طول، كلمه في اتنين بتعمل تحليل حمل بينور، ده انت شكرا اكتبوا برينج. طيب ليه؟ ايه اللي خلى واحده يجيلها اكتوبك بريجننسي وواحده لا؟ قال لك رقم واحد علشان انكريز الانسيدنس اوف سيكشوال ترانسميتد ديزيز اند بلفيك انفلاماتوري ديزيز. يعني ايه؟ قال لك والله السيكشوال ترانسميتد ديزيز والبلفيك انفلاماتوري ديزيز بتاكل السيليا، ولما تاكل السيليا تيجي الزيجوت اللي اتكون انه يقول لك والله وانا متحرك انا هنجم، فيحصل اكتوبك بريجننسي حمل خارج الرحم، وده ذاتي الاونه الاخيره، فده اللي عامل لي مشكله. اثنين السيكشوال ترانسميتد ديزيز والبي اي دي بتاكل السيليا كلها اللي المفروض تنقل العيل اللي موجوده هنا، وبالتالي ما عادش راضي ينفع يتحرك كده فيقف مكانه. اثنين قال لك والله كمان انكريز الانسيدنس اوف اي او سي دي، ده اختصار ايه؟ انترايوترين كونتراسبتيف ديفايس اللي هو مين؟ اللولب. ليه؟ صلى على النبي. انا يا باشا جايب اللولب حاطه كده، هو ايه فكره اللولب؟ بيبوظ بطنه الرحم عشان ما يحصلش فيها امبلانتيشن، بيعمل لي حاجه اسمها تيك ايديميتاس دي فايتلايزد اندوميتريوم نوت سوتابل فور امبلانتيشن. طيب بس المشكله فين؟ مش على السبرم يا باشا، السبرم صايع في دماغه، ده انا حاطط 40 مليون سبرم هيعدي كده 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 ولا في دماغه، ويطلع يقابل الاوفا هنا اهو ويتخصب هنا اهو في الفضل. علشان كده يقول لك قاعده حطها في ودانك طول عمرك، ان ميز ديبريود اي واحده دوره هتقطع عليها وهي حاطه اي دي از كونسيدر دي بريجننسي انتل بروفد اذروايز، اي واحده الدوره هتغيب عنها وهي مركبه لولب ده عباره عن حمل، اند ذيس بريجننسي از كونسيدر دي اكتوبيك انتل بروفد اذروايز، وغالبا الحمل ده هو عباره عن اكتوبيك الا وجه تاني. يعني دايما لو جات لك واحده بتقول لك يا دكتور انا مركبه لولب بقالي 5 سنين والشهر ده اهو لما تحط اللولب، اللولب ما بيعملش حاجه في الهرمونات وبالتالي الدوره مش هتكمل، تيجي تقول لك يا دكتور بس الشهر ده الدوره ما جاتليش، قول لها اعملي تحليل حمل هيطلع ايجابي، وغالبا وهي جايه لك بتحليل حمل ايجابي الحمل ده بره الرحم، لان اللولب بيبوظ بطنه الرحم، فغالبا ما هوش حمل جوه الرحم خالص، هو حمل بره. فانكريز الانسنس بتاعت الاي او دي زود الريسك فاكتور، وده ريسك فاكتور. ايه كمان بالنسبه لي واللي بيرعبني في البنات؟ اشمعنى؟ وانس البيشنت بقى يكتبك مره هتفضل طول عمرها يكتبك، لان الانابيب دي حاجه بقول لك قد الانبوبه بتاعت القلم الرصاص، فهي لو يكتبك مره خلاص مع السلامه الفايبروس بيحصل فيه. اشهر سبب يعمل الاكتوبك في البنات عموما هو عباره عن الادهيجنز اللي بتحصل من السيرجنز، اي سيرجن بيلفيك او ابدومينال غالبا غالبا هتلط الانابيب ويحصل فيها ادهيجن فتلزق، ولما تلزق هتيجي تقول لي يا دكتور هي لما لزقت السبرم عدي يا ابني السبرم، بقول لك بيعدي من اي حاجه، هي السبرم هيعدي هيعدي، ايه المشكله؟ مش بالسبرم ده، في سبرم بيعدي في تيوبال سترايليزيشن بقى بقرابه الانبوبه والسبرم يعدي خارق في الفاضي. انما المشكله فين؟ المشكله عندي ان الحاجه مش هترجع تاني فيحصل اكتوبك. وليه بقول لك الكلمه ده؟ ساعات بيبقى الدكاتره مش كاتيجوري كبيره، بس في كاتيجوري زباله في الدكاتره، والنسى مجال انك تبقى زباله هتبقى زباله فيه. ازاي؟ يبقى الست البنت عندها وده مشهور قوي كيس على النبي اوفيريان سيست، مشهور قوي قوي، يعني انت لو عملت سنار لو جبنا القعده كده في 100 واحده وعملنا سنار ممكن يطلع 30 40 واحده عندهم كيس ويتش اس فيسيولوجيكال عادي، ان مجرد ان كان عندي او سايت المفروض تكبر ما كبرتش اثيريتك بقى نشفت فعملت كيس. ده بقى عايز يعمل له قرشين يقول لك لا بصي بقى بصي كيس بارز متشال، يفتح غصب عنه هيلزق الانبوبه، غالبا هيعمل اديشن، وغالبا هيقول لك استني بقى ما ادور لك كمان على الاوفر التاني، يقوم مخبط الانبوبه التانيه تضطر تشيل الانبوبتين، وده انا مش بهزر بيحصل كتير. اشهر من كده الابندكتوم، عشان كده بالنسبه لي الزايده دايما بحاول اجلها، يعني دايما الزايده لو انا الزايده مش مستعصيه مش ابندسايتس وهتقرفني اقوم قايل لها ايه؟ لا بصي معلش استنى لما نتجوز الاول بعد كده اعملها. ليه؟ لان انا لو غشيم لو بتاع الجراحه غشيم ممكن يقوم هابش له الانبوبه بالمره، انا مش شايف حاجه عادي داخل بقى مش يحصل انفكشن، حصل انفكشن في الفلت وعمل اللي عايز اللي عامله زي ما تقلقش عادي، انا بقول مثال مثال. طيب الاندومتريوز، حد شاطر بيقول لي يعني ايه كلمه اندومتريوزس؟ اللهم صل على النبي. الله ده انا كنت الصبح بكلم يا ده حلو احنا نقلب المجال. ايه الاندومتريوزس؟ بطنه الرحم المهجره. وايه بطنه الرحم المهجره؟ ان الاندوميتريوم ده اهو يروح اي مكان تاني غير المكان اللي فيه، وده بيحصل فين؟ لما يحصل مانيبيوليشن ان ذا يوترس ديورنج المنستريشن، يعني واحده عندها الدوره وانت قلت لها ايه اعمل لك شعر السبب او هركب لك لون، الفلو اللي بيحصل باك فلو اللي بيحصل من الاندوميتريال سيلز ده بيروح يلزق في اي حاجه. طب ولما يلزق ايه اللي هيحصل؟ الكرايتيريا بتاعت الاندوميتريوم ان هو بيشرد بيفرقع، فلما يفرقع يهب اديشن فيلزق لك الدنيا. انت فاهم قصدي؟ تاني الاندوميتريوم طلع كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو مهاجر طلع وقفل،
لما يجي الشهر يحصل شيلنج ده اهو، ده يحصل معايا، فايه اللي يحصل؟ يلزق بقديش، هتلاقي الدنيا ملزقه، ولما الدنيا تلزق يقفل الدنيا وما تعديش. ثلث الحالات من غير اسباب. وعلشان كده قلت لك لما البيشنت تبقى يكتب لك اورنس ويكتب لك ان انا ما اعرفش ايه اللي عمل لها اكتب، ممكن تقول البيشنت يجي له يكتب لك بريجننسي وانا ما اعرفش ايه، ما اعرفش. طيب نعم، هو معناه ان هو ركز بس هي وهي كان عندها كتير، بعدين الدم رجع تاني وحدها، هنا ولا ايوه اي مانيبيوليشن هتعمليه وفي مينستريشن وهي عليها دم، الدم ده بيبقى عباره عن اندوميتريوم بيقع، يعني رو انا بركب اي حاجه غصب عني هيحصل باك فلو، ده ليتوس كله قد كده. الباك فلو ده من اشهر الثيوريز اللي تقول لي ان يحصل اندوميتريوز، الدم وهو راجع يقف كده ويقف كده يعمل اندوميتريوز. عشان كده لما اجي في الجاين هقول لك بركب اللولب بعد 5 ايام من الضوء، بركب اللي بعمل اشعه الصبغه بعد 5 ايام، لان انا مستني خلاص تكون البيشنت سيجنيفيكانت فري ابدا اعمل الانيميشن بتاعه. في الدورة اللي بعدها لما يجي يحصل شيدنج يحصل اديشن وتلازم. صلي بينا على النبي يا اخي، خصمك النبي اللي ما تصلى على النبي، صلي على النبي. اتكلمت على الديفينيشن، عندي بقى جزء كلام، بص ثلاث سطور عمي هيطلعوا عين اللي جابونا نخلص بيه عم. بص الكتاب رزعهم لك كده على شوم، عارف انت لما قوم رزع لك كده كاس جوفيزا اللي كل سكندر مليتر ويسيبك، ايه اللي انت بتقوله عكزك بقى في النص نفس العجز هيحصل. قال لك والله بص يا باشا انا عايزك تعرف ايه الفيت اللي هيحصل وعايز اعرف الكلينيكال تايب. قال لك والله الحمل اللي حصل خارج الرحم ده اهو، على فكره انا هتكلم الوقت اللي جاي كله على التيوب، بقى 99% ولا 90% الاشهر هو التيوب، فانا هكلمك كله على التيوب فما تتكلمش كتير. قال لك الفيت ممكن يبقى 1 2 3، ممكن يبقى تيوبال مول، ممكن يبقى تيوبال ابورشن، ممكن يبقى تيوبال رابشر، وانا تاني وثالث ورابع. لازم تكون انتليجنت انف تعرف امتى بصمك وامتى ما بصمكش. يعني لما جيت في الماترنال تشينج قلت لك يا عم احفظه مش هديك كل حاجه بتاعه، انما الكلام ده ما ينفعش تقول لي اه مول وابورشن ورابشر ام اي ار حفظتهم كده تمام واخش بقى واخش الامتحان، ما ينفعش الكلام ده غصب عني، لانك هتطلعه في الكيس وهيبين لك اللي جاي كله، فما فهموش بالراحه افهمه لك واكتب لك اقول لك الكلمتين بتاع كل واحد. صلى على النبي. ايه اللي حصل؟ السيناريو كان ايه؟ ادي الانبوبه اهي، وادي الفيمبري اهي اللي هي الزوايد اللي بره، الاوفري هنا اهو وهنا اهو، ادي بقيه اليوترس. ايه اللي حصل؟ قال لك والله التيوب الاكتوبت بريجننسي بيمر بكذا حاجه اكوردنج للعيل اللي موجود ده عامل ازاي. اول عيل ده انا بتكلم على الفيت، يعني ايه اللي هيحصل؟ اول عيل دوت محترم ابن ناس قوي 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 قوي، صحى الصبح يا باشا لا نفسه في مكان غير مكانه، قال لك بص سلام عليكم مش ارضي، دي مش مكان انا اللي جابني هنا. فايه اللي حصل؟ حصل كوريو ديسيدوال سيباريشن، فصل وكان حصل له امبلانتيشن هنا، فصل ولما فصل طلع نقطه دم صغيره حوطت العيل عمل كلوت حته كده زي حته اللحمه الصغيره، وقعت بره في البريتون واتكلت بالانزايمز ولا حصل اي حاجه، والتيوب المول دي انت ما بتعرفهاش اكسيدنتال ديسكفر تجي لك، وممكن البيشنت ما تعرفهاش، ممكن البيشنت لو دورتها مش منتظمه تجيب عليها دوره وما تحسش بحاجه وترجع بعد كده تنتظم ويطلع ده كان حمل خارج الرحم وماشي ومش ولا اي حاجه. اسمه تيوب المول. تاني ايه اللي بيحصل فيه؟ كوريو ديسيدوال سيباريشن، يفصل العيل شايف ان ده مش مكانه، ولما يفصل يمشي نقطه الدم تحوط العيل، يبقى حته كلوت صغيره خالص تطلع بره في الشارع وتتهضم بالبريتون انزايم. طب ممكن ترجع تاني؟ ترجع يا عم وهتتهضم باليوتراين اكتيفيتي، مش دي المشكله. الواد التاني ابو تيوب الابورشن ده عيل رخم بقى، قال لك بص بقى لا انا قاعد معاكم شويه يا ابني مش مكان، والمصحف اللي قاعد معاكم شويه يا انا قاعد معاكم شويه، قعد ياخد غذاء شويه وبعدين لما جه في النص قال لك انا عايز اكل كمان مش قادر، ما لقاش اكل، وقع سقط زيه زي الابورشن اللي انا كنت بتكلم عنه. فيحصل ايه؟ هو كمل شويه، يعني تيوب الابورشن ادفانس شويه عن تيوب المول. مشكلته بقى في ايه؟ ان ده هو اللي بيجي ازاي؟ فهو لما بيجي يفصل بتلاقي حته رطب بقى، يعني ايه؟ هو فصل من جنب وجنب، لا الجنب اللي في الشارع ده بيخرخر دمه، فتلاقي البيشنت تجي لك ان نازل عليها دم، سواء نازل دم من بره من الفاجينا او نازل دم جوه انترا ابدومينال جوه خالص البستان. التيوبال رابشر التيوبال ابورشن يقصد بيها ان العيل حاول ان هو يعمل يكمل معايا بس ما عرفش، مفيش اكل يغذيه لان المكان ده مش مكانه، فعمل ايه؟ حصل له ابورشن بدا يتقطع، وهو بيتقطع بتلاقي دم ينزل، فده اللي هيعمل لي الدم. الواد التالت ده بقى عيل كلى، عيل انا عايز اجيب كلى، الكلى دي بلغه تانية اصل كلى دي في عايز حاجه غير كلى اجريسيف شويه
لا غتيل دي مش حاجه ده كده لازقه ده برضو مش حاجة. انا عايز حاجه صعبه مالو زقه ده ايه زقه ده تحس انها شكله كبير المهم يعني عيل رخم قلت ماشي بلد لا بلد صعبه او بلد ايه اللي حصل بقى يا باشا ود قال لك اقسم بالله ما انا متحرك يمين شمال ما انا متحرك يقعد يثبت لك بالقعده ويكبر ازاي ابطو ساعات الرخم يعمل يقول لك بارازيتك يروح يستلق اي حاجه ماشيه وياخد منها دم اي حد من البريتون حبه البريتون اللي اهو يرمي بلاد سبلاي وياخد لنفسه دم لحد ما ايه الانبوبه تفرقع ما هو الانبوبه مش ديستنسبل للدرجات مش انها تاخد العيل يحصل بين اكيوت ابدومينال بين ميميك الابندسايتس بتجي لك الطوارئ بتصوت ماسكه جنبها بتموت بترزع زي اللي انا قلت بالظبط مش قادره تستحمل من البين لان اي حاجه بتعمل ديستنشن هتموت وده اسمه تيوبر رابشر يبقى بمنتهى البساطه خالص اكتب كلمه جنب كل واحده فكرني بيها بس التيوب المول عباره عن ايه ان العيل مات اتحوط بدم اتهضم بس شكرا التيوب الابورشن العيل كمل وبعدين فصل نزل دم بس التيوب الرابشر العيل كبر لحد ما فرقع الانبوب بس ده الفكره كلها يا اما العيل قعد معاه شويه ونزل وخلاص بس مش تعب يا اما العيل فضل قاعد شويه يعني فصل نفسه جات الدم يا اما العيل فضل قاعد لحد ما الانبوبه فرقعت ولما الانبوبه فرقعت جات بره بس سؤال مهم وفي كتير طب ايه بقى الكلينيكال تايبس يعني ايه الكلينيكال تايبس يعني البيشنت اللي هتيجي بالاكتوبيك دي هتيجي بايه البت ممول وانت خلاص طالما فهمت اقسم بالله ما هتعرفش حاجه تلاقي كلام ماشي لوبيا البت ممول هيجي لك بحاجه اسمها undisturbed ectopic يعني ايه undisturbed ectopic يعني ولا في دماغك بس البت اصلا جايه accidental discovery اقول لك على حاجه فاكر لما كنت بقول لك الفاليو اوف الترا ساوند انك تفرق ما بين الانترايوتراين والاكسترايوتراين بريجننسي بتيجي كده بتيجي بمس بري العادي خالص وانت بتيجي تعمل لها سنار بالصدفه ماشي تقول لها على فكره ده في كيس وتسيبه ويتاكل وخلص ولا اي حاجه خالص ولا اي مشكله دي اسمها undisturbed ectopic pregnancy او البت الثانيه اللي فرقعت هتجيب acute disturbed البت الثانيه اللي هتلاقيها جايه لك في الطوارئ بتصوت وتقول لك يا دكتور الحقني انا بموت علشان كده روتين يعني ايه يعني لازم اي بنت جايه acute abdomen after explosion لو انت لسه كويري ابندسايتس تحليل حمل لما تعمل تحليل حمل في ثانيه هتاكسكلود اصل لو تحليل حمل نيجاتيف فور شور ده اكسكلود اكتوبيك فتحليل حمل ب 20 جنيه وفر لك كل حاجه وده اللي احنا بنعمله يعني بتلاقي بتاع الجراحه تجيله حاجه واحده لو واحد مش هعمله يعني واحد خلاص ده خلصنا على جنب لو واحده وجات لي بقوم قايل لها اعملي تحليل حمل وقوم مدبس تحليل حمل في التذكره ان هو نيجاتيف ان هو سلبي معنى كده ان والله ما هيكتوب اتصرف انت بقى ولع فيه ممكن بقى يطلع من سايتس رابشر جول بلادر في عندها تورشن سيس اي انت خدها انت بقى انما انا دوري ان انا اكسكلود ان الحته يحصل حمل طيب في البت بقى اللي حصل لها تيوبال ابورشن ممكن التيوبال ابورشن ده يقعد يفصل حبه بحبه بالظبط بتنزل دم والدم ده يقعد يتجمع فين يتجمع في كل حته مشكلته ان هو لما يتجمع تحت هنا هينزل فين عايز افرجك العلاقه لو ده اليوترس اهو فاليوترس وده السيربكس كده نايم قدام فانا عندي هنا اهو اليورينال بلادر وعندي من ورا الريكتوم وانا الانابيب عامله كده يمين وشمال لو سقط الدم هتملى لي المكان اللي عندي اليورينال بلادر وهتملى لي المكان اللي عندي الريكتوم فتجيلي بحاجه اسمها بيلفيك هيماتوسي دم موجود في البلكس تجيلي تقول لي يا دكتور ديسكيزيا عندي يعني كلمه ديسكيزيا هو اكيد في بين فين ايوه في الديكيشن وهي بتعمل بليت خفيفه الدم اللي هو بيعمل فايبروس كروتين ويلزق وهي بتعمل ديكيشن والريكتال بيحاول يتحرك ما يقدرش يلاقي نفسه خابط في اديجن او تيجي تقول لها يا دكتور انا عندي ديسيوريا الدم خابط على البلادر من قدامه عامل لها اريتيشن في دم موجود ووتش از كوم كورونيك لانها طولت ديستربت اكتوبيك بريجنس بس شكرا شم نفسك شفت ثلاث كلمات عمي هطلعه عندي يبقى انا بمنتهى البساطه خالص البت الاكتوبيك اللي عندها حمله خارج الرحم هو عباره عن ان عندها حمل بره النورمال يوتراين كافيتي البت اللي عندها حمل بره النورمال يوتراين كافيتي دي بمنتهى البساطه خالص ممكن يبقى فيت من ثلاثه الاول ممكن يبقى تيوبال مول وما يحصلش مشكله
التاني ممكن يبقى تيوبر ابورشن وممكن تبريزنت ببليدنج، التالت ممكن يبقى تيوبر رابشر وهتيجي ببين. ثم هو عباره عن نوع من ثلاثه، يا اما يبقى undisturbed ectopic discovered accidental او acute هتجيلك ببين رهيب، او كرونيك هتجيلك ببين كمان تشيل بعد كده متاخر خالص. طيب صلى على النبي، صلى على النبي، شم نفسك بقى كده، اخد التشخيص وهريحك الوقت، بس خد التشخيص بس، لان انا عارف انك عايز تعرف تعرف البيت ازاي، معلش والله عايز تعرف من جواك عايز تعرف. استنى هقرا معاك الكلام كله، هخلص بس الحته دي واجيب معاك الكلام كله بالراحه. صلى على النبي، صلى على بص 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 بقى نوتس. قال لك والله تشخيص الاكتوب ده ما ينفعش امسك حاجه لوحدها، ده لازم يبقى عندي سيمتوم واروح اشوف الساين بتاعتي او الاكزامينيشن بتاعتي، وفي الاخر خالص اعمل الانفستيجيشن اللي هنتعب فيها شويه. فببدا بالسيمتوم. الست دي هتشتكي من ايه اول حاجه خالص من غير ما تبص؟ كلام محترم وبتفاجئ ان الاجابه بتيجي سريع، صح؟ الست دي حامل، الست بتاعت الابورشن والاكتوبيك والفيزيكال هرمون حامل. فاول حاجه تشتكي لي من السيمتومز اوف ايرلي بريجننسي اللي اشارها امينوريا او مس ديبري. امينوريا يعني مفيش منستريشن، يعني بدايه الكلام انك هتسالك هتعرف منها ان دورتها متاخره. ده رقم واحد، ده اول حاجه خالص الافتتاح. الاثنين قلبين بتيجي بوجع رهيب، وهنا قلبين يسبق البليد، ودي نقطه. ازاي افرق ما بين الابورشن والاكتوبيك؟ الابورشن هيجي ببليدنج الاول بسبب ان العيل مات، بعدها اليوترس بيعمل كونتراكشن فبتيجي ببين. هنا العكس، هنا البين هيجي الاول، حتى مع التيوبر الابورشن، حتى مع التيوبر الابورشن هيجي البين الاول. فدايما الاكتوبيك هتلاقي في الكيس منوره يقول لك مانيفست باي بين، هي جايه بوجع الاول. هكمل بقى بعد كده اقول لك هي ممكن تيجي بامينوريا، ممكن تيجي ببين، ممكن تيجي ببليدنج. وعلى فكره البليدنج ده هو مكلف ليه؟ ساعات البنت بينزل عليها نقط بليدنج ويبقى حظها النحس الفقر انه نازل في معاد قريب من الدوره، هي مش عارفه ده وجع ايه، مش عارفه ده دم ايه، ده دم بتقول لك كده انا نزل عليها بليدنج كده، نزل عليها اربع خمس نقط، مش عارفه ده ايه، يطلع ده كان اكتوبك اصلا. فاهم قصدي؟ يعني هو حظها الفقر ان حبه البليدنج اللي نزلوا نزلت في معاد قريب من البريد، فانا مش عارف اقول ده مثل بليد ولا نيف، هو بالنسبه لها مثل ليد. فعشان كده البليدنج مش من الحاجات اللي بعتمد عليها اصلا في الاكتوبك. في بقى حاجات تانية مرقعة، مرقعة بقى يعني ايه؟ يقول لك والله البيشنت تجي لك بريكتال سيمتوم لو كان كورونيك، عشان كان ريكتال، او يورينري سيمتوم لو كان كورونيك. يقول لك البيشنت تجي لك يا دكتور كتفي الشمال بيوجعني، هتقول لها من ايه؟ انت عارف كتفها الشمال بيوجعها ليه؟ كتفها الشمال بيوجعها عشان في عندها بيريتونايتس خابط في الفرينيك نيرف، زي العينين بتوع المشاكل بتوع القلب كده، يعني الفرينيك نيرف اتضرب، فيقول لك التب بتاعت الشرطة. تيجي تقول لك يا دكتور والله انا عندي فينتنج وسنكوف، انا مدروخه ليه؟ عشان عندها بقى فيزيوفيكال اتاك بسبب ان عندها شوك وعندها نزيف داخلي، ماشي. بس الاساس اللي انا هعرف بيه الدخله بتاعت البين وبليد. طب بالاكزامينشن جنرال ابدومينال لوكال جنرال، البيشنت دي شوك يا باشا، ده لو هي جايه لك في اكيوت. طبعا لو اكيوت هتلاقيها جايه لك بص مفرفره كده، ما هي اللي مفرفره، عندها كارديوجينيك شوك او عندها نيوروجينيك شوك من البين. طب الابدومينال اكزامينشن اوجاع قطو، ان اقسم بالله البيشنت مش هتخليك اصلا تنزل بطنها، جاردنج رهيب من كتر الوجع بتموت، انت الهدوم نفسها ما بتبقاش طايقاها من كتر الوجع اللي موجود. اللوكال هيقول لك ان السيرفكس اوجاع بالهبل. وهنا نصيحه صغيره لاخواتنا اللي هيبقوا ان شاء الله جراحين، لانها حاجه مهمه، ما تتغشمش. ازاي؟ خد دايما السكه اللي توفر عليك وعلى العينه بتاعتك. بمعنى ايه؟ ما يكلكش العينه انت شاكك 50-50 انها ابنسايتس او انها اكتوب. طب انا بالابنسايتس بعمل اشورنس ازاي بالكلينيكال؟ بتقعد تعمل بقى ريباوند تندرز مثلا، اضغط كده واشيل ايدي واستنى ما اشوف الوجع، وبعدين لو ما جاش اجرب اعمل بقى ريفرس ريباوند، ادي الناحيه الثانيه واضغط ايدي واعمل. لو الحاله دي كانت اكتوبك انت هتفرق عليها الانبوبه بايدك اللي بتخش وتروح تجري. يبقى انا بالنسبه لي الاسهل يا ست تروح اعمل الاول تحليل حمل، لو طلع سلبي خلاص خلصنا، لو طلع ايجابي مش هنمسك. فالكتاب نفسه قال لك دي، ودي كلمه حلوه قوي، بيقول لك لو سمحت ادفايز ان الناس اللي عندهم مشاكل شاكك ان في تيوبر رابشر بعد اذنك ملاش لازم انك تقعد تعمل لها اكزامينشن، لانك بالاكزامينشن هتورث الكونديشن وهتصعب العلاج عليها وعليك. بدل ما كان العلاج ممكن كان يمشي ميديكال، هيبقى العلاج لا لا يلا نفتح حالا جراحه. استبعد يا عم تحليل حمل ب 20 جنيه شوف هيطلع اجابه ولا سلبي. خلصت الانفستيجيشن. اقول الزغلول الكبير اهدى بقى عليا لا سيب الورق، سيب الورق بقى عشان خاطر الكلام الوقت هيوسع مننا والموضوع هيكبر. ده ستر يا رب. Thank you.
صلى على النبي صلى على النبي. بص يا باشا، قول لي الاول الانفستيجيشن اللي في دماغك وانا اكمل الباقي. انت صوت والله العظيم كلامك اللي في جي جي مصطفى. بص يا سيدي صلى على النبي. لو واحده عملت لها بيتا اتش سي جي وطلع نيجاتيف ده معناه ايه؟ مش عارف. وده احسن حاجه للنيجاتيف. يعني انا لو عملت لواحده تحليل حمل ولقيته سلبي اقسم بالله العلي العظيم البيشنت دي هيكتب بريكت خلاص اقسم بالله وتقسم من جواه لان ده احسن حاجه تبين لي نيجاتيف. طيب لو انا البيشنت عملت لها صور بس مش عايز صور بقى انا عايز صور اشوف الانبوبه فهيبقى هنا الصور المهبلي ديستنس ترانسفرال الالترا ساوند ان انا بدخل الجروب جوه وبحرك يمين وشمال فاعرف القط الانبوبه احسن من الابدومين. فعملت ترانسفرجن الالترا ساوند وانا بقى برمي بعيني ببص على الانبوبه لقيت لك كيس وفي نبض بيطلع وينزل يبقى ده عباره عن ايه؟ اكتب احلف بالله قول والمصحف الشريف دي حلقه اكتب. فالترانسفرجن الالترا ساوند هو افضل حاجه للموجة افضل حاجه للبوست. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت ترانسفرجن الالترا ساوند وشفت كيسه اقسم بالله ده اكتب مفيش حاجه ثانيه. امال ده هيبقى ايه؟ ما هو كيسه موجوده فوق حطوا الاثنين مع بعض. لا ايه ده؟ بص بص لي ان انا قلتها الصبح بتاع 12 مره فانا موافق اقولها 15 بس صفر. حطوا الاثنين مع بعض وعملوا لي حاجه اسمها ديسكريميناتوري زون. ايه الديسكريميناتوري زون؟ صلي بينا بقى على النبي واسمع الكلام لان في الوقت حروف جر اباف ووتش هتتقال ورا بعضها. صلي على النبي. قال لك حددنا ارقام، ارقام دي فيكست عند الرقم ده انا هقوم واخد ست واقول لها روحي اعملي لي تحليل الحمل الرقمي عند النحاس. طلع لي الرقم الفيكست مفيش في هزار 1500. قال لك اقسم بالله عند ال 1500 لازم لما تخش تعمل سونار تلاقي فيه كيس موجود جوه الرحم ده في الحمل الطبيعي. تاني عند الحمل الطبيعي لما الاقي البيتا اتش سي جي عند 1500 لازم لما اصل ايه اللي جايبه لازم لما اخش هنا اهو الاقي فيه كيس موجود. ده سميته ديسكريميناتوري زون يعني المنطقه الفاصله. طب افرض انت بقى لقيت ان حاسم طلع لك 1500 دخلت جوه لقيت انت يوترس يبقى العيل فين؟ بس بيقول لك ليفل اوف بيتا اتش سي جي اباف ويتش اللي فوق جستيشنال ساك شود بي سي. طب لو انا ما لقيتوش يبقى اكتب حتى بقى عامل لك معادله جميله بقى معادله جميله. بص بيقول لك ايه تلاقي معادله كتير في الام سي كيو يقول لك ايه بيتا اتش سي جي اباف ديسكريميناتوري زون بلس انتي يوترس ايكوال اكتب البريجنت. يعني انا عندي واحده ادي اليوترس بتاعها اهو التحليل طالع لي الرقمي 1500 دخلت بالسونار ما لقيتش عيل يبقى العيل بتاعها موجود هنا اكتب البريك. يعني شكلهم بالظبط رقم فيكسد 1500 بالترانس فاجينال الترا ساوند 6000 ترانس ابدومينال الترا ساوند بس رقم فيكسد فيكسد. يعني هو لازم عند كده لازم بس انت عارف انا مجرد ان التحليل هينطر معايا عن 30 بس دي حامل معنى ان انا بقول لك 1000 يبقى اكيد في كيس. روح بقى ادور لك كيس فين اسمه ايه؟ اسمه discriminatory zone. انا لما استعملت كلمة discriminatory zone في الانفستيجيشن ما تقرهاش كده وتعدي. ده معناه رقم البيتا اتش سي جي اللي فوقه انا لازم اخش الاقي كيسة موجودة. اقرا معاك بالراحة وسيب نفسك بقى كده تعالى نقرا مع بعض الكلام. صلي على النبي. من اول صفحة الثلاثة هي الاكتوبري. اولا انا بقرا معاك عشان لو حاجه مش عارفها وقفني واقرا. الاكتوبيك بريجننسي هو عباره عن البريجننسي اللي حصلت اوتسايد النورمال يوتراين. طب ايه الريسك فاكتور؟ ان في بي اي دي سيكشوال ريبرودكتيف ديزيز بيبوظ عندي السيل. اثنين ان عندي بريفيوس اي او دي بوظت الاندوميتريوم. ثلاثه ان عندي عمليه قبل كده. اربعه بيلجيك سيرجري. خمسه بريجس اكتوبيك زي ما قلت لك لو اكتوبيك هتبقى اكتوبيك ثاني. وثلت الحالات مفيش عندهم ريسك فاكتور اصلا. والكيوبال بريجننسي اتكلمت عنها لانها هي الاشهر. قال لك والله امبلانتيشن انترستلايزد اوفر في تيوبال مول. طب ايه الفيت بتاعها؟ قال لك ممكن يحصل تيوبال مول تيوبال ابورشن او تيوبال رابشن. طب الكلينيكال تايبس اندستربد اكيد ديستربد كرونيك ديستربد. طب البيشنت تجي لي بايه؟ امينوري ممكن تجي لي اصلا ان في عندها ميست بريد او ممكن الفاجينال بريدنج يجي مع الاكسبكتد بريد فما عرفتش حاجه. اثنين لور ابدومينال او بيلفيك بين ممكن يبقى سيفير ممكن يبقى مايلد وغالبا يونيلاترال انا عندي ابوبه واحده بس اللي فيها مشكله. ثلاث فاجينال بليدنج بيبقى انترميتنت برايت او دارك ريد ان كلر ريرلي ممكن يكسيد النورمال نيسترال فلو لو انا عندي بليدنج بالهبل. بعد كده انكومن سيمتوم فينتنج وديزنس لا شولدر تيب بين لا يورينري سيمتوم وريكتال بريشر سيمتوم وانت فاهم ان الاثنين دول علاقتهم اكتر بالكرونيك.
ثم اسيمتوماتيك لو انت بقى عرفت في النص كده كان undisturbed بتخش بالحظ لقيت ان في كيسه موجوده. طب بالاكزامينشن قال لك والله جنرال اكزامينشن هلاقي كارديو فاسكولار شوك لو كان فرع. ابدومينال اكزامينشن قال لك والله تندر ريسوري باوند تندر ريسوري جاردن شوف تندر ريسوري باوند تندر شبه مين شبه ازاي ده بالظبط بالظبط مفيش فرق. عشان كده وانت مغمض عينك اعمل تحميل حمل. بعد كده فاجينال اكزامينشن سيرفيكال اند ادريكسيا تندرنس وادفايس لو سمحت بعد اذنك نوت بيرفورم بيلفيك اكزامينشن اذا تيوبر رابشر از سسبكتد از كوكوستوتال رابشر اوف اكتوبيك بريجننسي اند ميدي ري مانجمنت. اخيرا انفستيجيشن بعمل كوانتيتيف اتش اي سي جي بايسو بعد كده ترانس فاجينال الترا ساوند بعد كده ديسكريمينتري زون قيمه الاتش سي جي اللي فوقه المفروض الاقي فايبل انترا يوترين بريجننسي لا سمحت حاضر المفروض انا عندي قيمه الاتش سي جي تطلع في التحليل لما اشوف الرقم ده هو يبقى لازم يكون في جاستيشنال ساك في اليوترس. طب لو انا لقيته القيم ودخلت ادور في اليوترس ما لقيتش الكيسه يبقى الكيسه فين فوق في الاكتوبر بالظبط. وانا بعمل بكل الترانس بالظبط لو انا بالنسبه لي بسسبكت يعني ايه يعني هي البيشنت جايه لي عملت كده كده بعمل بيتا اتش جي ده بالنسبه لي اساسي هعمل سونار اشوف لو لقيته ما فيش حاجه يبقى خلاص يبقى بالنسبه لي ده كان بيكتب لو لقيت الكيسه جوه اليوترس خلاص يبقى ده مش بيكتب. الديفرنشال دايجنوست مش عايزه دلوقتي عادي شم نفس عشان اخد المانجمنت واخد بريك شم نفس شم نفس نفس كبير خلاص خلاص بتوع الصبح جبرون والمصحف وقعدنا ربع ساعه تحايل معاهم يا جدعان اقف عند هنا وعمك فرعون قال لك والله لا نخلص يا ابن الحلال لما كنت انا ما كنت مطبق وحالته كار والله لا نخلص قعدنا خلصنا بقى قال لك عشان انا اتاخر اصل بقى عقبال عندك محاضره الانتي بارتم اللي جايه عامله لها بتاع 65 سلايد احنا هنقعد قاعده محترمه هناك مع بعض هنا والله بس مش مشكله ربنا معاك اشرب ميه اشرب ميه. وانا كنت الدوبك ايه بس بسم الله ما شاء الله عليهم. جات لك بقى البنت وهي ايه بقى يا باشا حامل في الانبوبه كونفيرم دي عم والله العظيم حامل في الانبوبه اهي. ايه العلاج بتاعي يا ساتر يا رب شلها اليوترس بتاعها والمشكله في الانبوبه. انت بص بتجي بقى من الاخر رايق 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 والدماغ دي متكلفه رايق صح صلى على النبي. واحد بدايه الكلام الكتاب بقى جاب لك كلام نضيف ريسنت لسه نازل بسم الله الرحمن ايام زمان ومش زمان قوي 4-5 سنين كان اي واحده عندها مشكله في الانبوبه شيلها لان الانبوبه دي هترجع تاني وبالتالي ما لهاش لازمه والاكتوك اللي جربتها ما تخليهاش تجربها تاني وخلي فيك جوه شويه مشاعر. طيب حاليا بسم الله الرحمن الرحيم الراجل قال لك يا عم ابدا مين كان تريد مين اكسبكتنت تريد تعرف يعني اكسبكتنت تي اس يعني فين ولا في دماغك مين البيت اللي هسيبها؟ قال لك والله انا دخلت لقيت الليفل بتاع البيتا اتش سي جي كان عندي اقل من 1000 وكان عندي الجاستيشنال ساك الكيسه اللي فيها العين اللي انت هتلاقيها ساعات مكتوبه مره ثانيه ادينيكسيا الماس يعني الكوره اللي جوه الادينيكسيا الكلمه ادينيكسيا عادي على كلمه تيوب فلما اقول لك ادينيكسيا الماس هي هي كاني بقول لك الجاستيشنال ساك يعني الحاجه اللي موجوده جوه الانبوب. اقل من كام؟ حد معانا؟ طيب اقل من 4 سم. وكانت البيشنت undisturbed ectopic بس يعني جات لي بيشنت بالثلاثه والسيلكتيف كرايتيريا هتحفظها بالجزء كل حاجه من دول اقول لك السيلكتيف كرايتيريا فوق تقول لي والله السيلكتيف كرايتيريا بتاعت البيشنت دي ان انا ببص على الاتش سي جي علمني بص في حته البيتا اتش سي اقل من 1000 وحته الادينكسيا الماس اقل من 4 سم معناهم ان العيل لسه صغير حجم ولا اي حاجه. انت عارف اقل من 1000 ده انا اصلا كنت بادئ الديسكريمينيتوري زون ب 1500 فانا بادئ ب 1000 ده يعني العيل انت بالحظ بقى برنس ولقيت لقط ان هو اكتب وكانت البيشنت اندستربد ولا في دماغها قوم بقى متغبه اقول لها النبي لا جيب الابوب لو جيب ابوه ولا نيب سيبها يا عم اكسبكت يعني اكسبكتن سيبها يومين وعيد لها التحليل تاني لقيته بيقل الواد ده هينزل خلاص سيبها بقى على كده 800 بقت 1000 800 بقت 700 700 بقت 500 بقت 400 لحد ما تبقى نيجاتيف ده اسمه ايه؟ اسمه اكسبكتنت تريتمنت سيبها بظروفها ما يمكن تاني ما نشوفهاش ويمكن لو شفناها ما نعرفها ماشي كمل. صلي بينا على النبي صلي بينا على النبي. عملنا يا عم اكسبكتنت تريتمنت وعرفت السليكشن كرايتيريا وتعمل لها فولو اب ايه اللي بيحصل؟ قال لك بقى بص يا باشا خد بقى التقله الكبيره
هل ممكن اعمل ميديكال تريتمنت؟ اه ممكن اعمل ميديكال تريتمنت. لايه ده بقى؟ فهمني ليه ازاي؟ قال لك والله الانديكيشن الاول بتاعت الميديكال هو انا هزودها 20 شويه. يعني ايه؟ اقول لك والله لو كان الليفل بتاع الاتش سي جي اقل من كام بقى هنا؟ 5000. وانا هناك كنت كام؟ اقل. الجاستيشنال سات برضو اقل من 4 سنتي، وكانت البيشنت نفسها نو هارت اكتيفيتي او نو كاردياك اكتيفيتي، يعني القلب مش شغال. ما هو معنى ان القلب او الكاردياك اكتيفيتي حصلت يبقى انا عايزه متاخر، اصل الكاردياك اكتيفيتي بتظهر متاخر. يعني في الاول بيبقى ساك بول عيل كده كره، ان يظهر كاردياك اكتيفيتي فوق ده العيل ده كبير، فما ينفعش ميديكال. بدي ايه الميديكال ده وانت عارفه وانا عارف اسمه ام دي اكس ميزوتريكسيت، فاكره؟ كان بيعمل الميزوتريكسيت ده بالظبط. الميزوتريكسيت ده كان بتاع مناعه زي بتاع الكانسر كده، انت فلين بيروح على فلين اسيد تصنيع كل حاجه بيوقفها. فكرته بعمل ايه؟ انا بقوم نازع، واول مره هقول لك جرعه والجرعه وعندي 5 جرع في الاوبستاتريك هتحافظ بيها اول واحده منهم. بدي جرعه للست دي 50 ملي جرام على المتر المربع، بعمل الست على انها حته ارض طول في عرض، واقوم شايف هي 1.1 مثلا 1.1 واقوم ضارب في 50 اعرف اديلها قد ايه. اي ام ده بيعمل ايه يا باشا؟ بيخش جوه ياكل الحته اللي حصلت دي. في ناس عاليه بيعمل انترا تيوبال بس ده اللهم عارفين، بيقوم داخل انترا تيوبال انجكشن كف ميزوتريكسيت، بس ما شفتهاش قبل كده. انا بشوف الاي ام دي كتير. مشكلته في ايه؟ البيشنت بيجي لك في ابدومينال بين ابن جزمه اوحش من بتاع الاكتوبيك. اشمعنى؟ يعني انا بدي لها الحقنه من هنا بعدها باسبوع او 3 4 ايام بتيجي بتموت على الارض. ليه؟ بالظبط السيبريشن. هو بيروح يعمل سيبريشن يمزع العيل اللي يتكون ده من مكانه، فبيجي لك بوجع زي الاكتوبيك وان كان اصعب كمان. ودي اشهر شكل، اشهر حاجه الابدومينال بين بعد الميزوتريكسيت رهيب بيقوم مموت. وممكن يجي حاجات تانية كونجنكتيفايتس وسكلرايتس والكلام بتاع بقى الميزوتريكسيت العادي اللي ما يقف اللي مش عايزه. اعرف منين هي كويسه ولا مش كويسه؟ قال لك والله تعرف بس منين؟ عن طريق ان انت تتابعها بالبي دي اتش سي. لقيت الدنيا كويسه كويسه، لقيت الدنيا مش كويسه مش كويسه. طيب هناك نقطه ثانيه، عينت الميزوتريكسيت لازم تستعمل كونتراسيبتيف ميثود، لازم تستعمل عندي وسيله. اشمعنى؟ سببين. واحد اهو الميزوتريكسيت تراتوجينيك يخش ياكل العيل. اتنين عود نفسك على حاجه، المواضيع اللي فيها متابعه لقيمه الاتش سي جي سواء كان الاكتوبيك بريجننسي او الفيزيكولار بول المسليدنج هيبقى ان الاتش سي جي ان تلاقي مره واحده الاتش سي جي زاد. يعني انا لو معايا حاله اكتوبيك والاتش سي جي بتاعها نازل وتمام مطمن وحملت، ايه اللي هيحصل؟ هيزيد تاني. هتقول لي هتحمل ازاي؟ اقول لك ما هو هيفضل قاعد حبه اكتر موجود. يعني هي ست خلاص ما عادش في جنين، هتلاقي الاتش سي مثلا 1000 هيقعد على 1000 دي ممكن يقعد له شهر عمال ينزل فيه واحده بواحده لحد مثلا وصل ل 500 وانت فرحان، مره واحده لقيته نط ال 1500 هتترعب هي حملت تاني. فده وارد. فعشان كده لازم تاخد كونتراسبشن. فانا في الميزوتريكسيت بحب ادي كونتراسبشن ليه؟ علشان خاطر اطمن. المين لاين اوف تريتمنت اللي انا بحبه هو السيرجيكال تريت، وسمعت الصبح اجابه نموذجيه في هذا الموضوع احب اسمعها النهارده تاني. السيرجيكال تريت انا بعمل ايه؟ انا بشيل الانبوبه، بشيل الانبوبه لمين؟ اعكس دي. يعني اذا كان هنا اقل من 5000 فاكتر من 5000، واذا كانت الساكه اقل من 4 فالساكه اكتر من 4، واذا كان مفيش كاردياك اكتيفيتي كان في كاردياك اكتيفيتي لو كان في نازل بليدنج على الست او هيمودايناميكال انستيبل. ازاي هعمل الجراحه اللي انت عايزه؟ عايز تعمل لابروتومي وتفتح بطنها اعمل، عايز تعمل لابروسكوبي اعمل. ولكن لو سالتك سؤال بديهي، لو انا عندي واحده عندها اكتيف بليدنج اعمل لابروتومي ولا لابروسكوبي؟ لو بتنزل من جوه ما ينفعش لابروسكوب لان مش هشوف حاجه. فلو في اكتيف بليدنج ما ينفعش لابروسكوب، افتح لابروسكوب. بعمل ايه؟ بشيل الانبوبه بالسكشن، بعمل سلبنجكتومي. كلمه سلبنجكتومي يعني اشيل انبوبه، او عمليه ثانيه اسمها سلبنجوستومي او سلبنجوتومي. ايه السلبنجوتومي ده؟ بفتح بالظبط، بفتح بقص وبعدين اطلع العيل واقف الثاني. بس غالبا الغرز دي هتهيل باديشن وعملت المشكله. السؤال اللي سالته الصبح، انا شلت البت الانبوبه اشيل لها الاوفري ولا ما اشيلوش؟ حسب دي وبقى اشيل يا مش اشيل. رو انا شلت الانبوبه، انا رميت، انا خدت الانبوبه من عند اليوترس ورميت بره، اعمل ايه؟ اسيبه عشان الهرمونات بتستنى. رايك ايه؟ رجالة الصبح بقى دماغك جت لها على ايه بقى؟ ان مش كده، هي لو مش كده بسيبه يا عم. حابب استروجين خليها محمود ليه؟ ده كان حمدي مره قلت لك بقى هضطر انا امشيها على هرمون الريبليسمنت سيرجي.
طب تحمل ولا ما تحملش؟ بتحمل يا عم اطفال يا بيه. هو الانبوبه اصلا عباره عن قنايل، هي الانبوبه لازمتها انها قنايل. ما تتحرق ام الانبوبه يا عم اهي، يخرب بيت الانبوبه. هو اهو الاوفري اهو واليوترس اهو يا عم، هو مرمي ده اهو خالص، واخد منها حبه اوزايت ومجمعهم بره وحقنهم من جوه خلاص. بوينت الانبوبه الثانيه دي غالبا وانا بعمل هشيل الثانيه معاها بالمره. ليه؟ لان غالبا الكوز خبط الاثنين، يعني اصلا من الاول هي كانت عامله بالبكسيرجي اللي خبطت في الاثنين. تعرض من في حياتي ما شفت واحده عايشه في انبوبه واحده دي، هما دايما الاثنين بيحبوا بعض، يعني غالبا واحده طارت الثانيه بتحصلها معاها. فالسيرجيكال تريتمنت هعمله في الانديكيشن اللي قدامك اللي عكس كده، عكس الانديكيشن بتاعت الميديكال، وبعملها بتكنيكين. لا خبال في فرق ما بين الميثودز لابروتومي ولابروتومي ولابروسكوب والتكنيك سالفنجوتومي او سالفنجكتومي. شم نفسك عشان خلصت الفيديو ده في 10 دقايق من غير بريك، لان احنا عملنا والله 10 دقايق وكم رو، بدل ما اخد بريك ربع ساعه وارجع مفلير ونرجع تاني. شم نفسك يلا عشان نروح عشان تعب. دكتور في حمل بيكمل وهو مستحيل لازم يفرق. طبعا لو هو ضرب كان مستمر شديد 10 دقايق وهتطلع تاني يخش هو ضد الكوريت بيوقف كل اي حاجه ما يعرفش، فالعيل ما يعرفش اصلا يكمل ان هو ماسك نفسه هيقع خلاص. ورقتين وماشيين هو يعني بيعدي شوي. لا ما اعرفش، هو ده مشكلته اكيد قبل بتجيلك الطوارئ. انا ما اعرفش، ما اعرفش الكباستي بتاعت انبوبتها قد ايه، ولكن وانس ان هو فرقع بالهدوم ده. وزي ما بقول لك انت الروتين جات لك حاله في الطوارئ، ودايما اوعى تثق في والله شفت اوعى تثق في البيشنت اوعى. ازاي تجي لك واحد يقول لك والله العظيم اتطلعها يا دكتور، بتعمل لي تحليل حمل ليه؟ بعمل لها تحليل حمل وممكن يطلع اجابه عادي عادي. ما تبقاش ما تاخدش بس الكمستات وشفتها كانت في بنات اقسم بالله مش متجوزين عادي. يعني ايه؟ يعني انت ما تاخدش الكلام، انت اهم حاجه ليك تاخد الجنب بتاعك انت الميديكال تبقى فور فري، مالكش دعوه بقى باللي قدامك ايسي كلمه مالكش دعوه بيه وما تبلغش. يعني لازم يبقى انت كده ليك الكونفيدنشال بتاعت البيشنت او الخصوصيه بتاعته، دي حاجه ترجع لك. انما انت تخلص الجزء بتاعك اب تو. ان ساعات شفت دكاتره كانوا بيشتغلوا العيانين، يعني يقول لك طب هات لي بس حبه بول كده اعمل لك تحليل بول، يقوم راح جايب لك حمل وهو عامل. اصل انت لازم تكسكلود. احنا عندنا هنا مثلا بالنسبه لنا في مصر التذكره مش هتعدي غير وانت مبرش معانا في الحمل، مش هتعدي. يعني هي جات لك عرض جراحه راح لعرض نسا عشان توديها من حته ثانيه مش هتمشي غير بتحليل حمل. والله لو ايه بقى لو ام الخلود غير اللي دي قال لي بقى لو ست بقى مثلا بسم الله ما شاء الله جايه لك 85 سنه وجايه معكزين تعمل لها تحليل حمل هتضطر مش الكرجاص، يعني برضه ماشي الدماغ. انهي الكلام بقى والقعده الشريفه الحلوه اللي والله ما عايزها تخلص. يعني انا بالنسبه لي شوف انا قاعد من امبارح بقالي كتير وعايز اروح انام واكل، بس والله جعت والله هايبو جلايسيميا، بس مش مشكله كلنا جعانين ما هنخلص وهناكل وخلاص هنعمل ايه؟ طب والله انت بص زعلتني، ما انا اعمل ايه والله؟ انا اروح اكل الصحيح. صلى على النبي. نعم كمان الفرق من ايه؟ ما انا قلت لك سالبنجكتومي اللي فيها اكتومي تشيل الانبوبه خالص، سالبنجكتومي هتسيبها ولكن تفتح وتقفل. صلى على النبي. بسرعه في 10 دقائق وروح البتاع ده بتخضني كل شويه. هي بتعمل ايه حلو بس بتخضني كل شويه تشيل مخاك. الحمل العنقودي او الفيزيكولار موف. الفيزيكولار موف ده عباره عن ترم هحط تحت كونسبت اسمه جاستيشنال تروفوبلاستيك ديس اوردر. مشكله هتحصل في التروفوبلاست. التروفوبلاست الجميله اللي كنت بتعمل سنسيتي وسايت وكوريونت باللاي هتقلب لفيزيكولار ستراكشرز عباره عن حلقات. الحلقات دي مليانه اتش سي جي بنهبل بكل مشاكل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خل اسمه الثاني هايديتي فورم مور؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاني واحده يحصل لها فيزيكولار مور؟ الاول الريسك فاكتور. مين اللي يجيب فيزيكولار مور على مين؟ مين اللي يبقى عنده؟ قال لك الادفانسد ميترنال ايج، ودي هرزقها في اي حاجه، الضغط السكر الانيميا اي واحده سنها كبير حطها في النص. الثانيه قال لك الناس الاسيويين، وانا عندي اربع امراض بيجوا في النيجروس وعندي مرضين بيجوا في الاسيويين. انا هرزعلك دلوقتي واحد اسيوي، قال لك العيال التشاينيز والفلبين عندهم الفيزيكولار مور ده زي الرز. ليه؟ عشان بياكلوا الرز. قال لك والله عشان خاطر الرايس ديبندنت والمصر بياكل اللي بياكله. لا انه بياكله في الرايس والسبايسي فود، يعني سبحان الله في الاثنين دول بياكلوا. لا كتير بقى هناك بيقفروا ما كل شويه عاملين ياكلوا رز وبايديهم وحضاره. المهم ايه اللي حصل يا عم؟
قال لك والله بس افهم الباثولوجي والنبي لانه رخم. بص بص قال لك انا عندي نوعين، نوع اسمه كومبليت مول ونوع اسمه انكومبليت او بارشال مول. ايه اللي حصل؟ قال لك ان هو كومبليت انا كان عندي اوسايت فاضيه اتخصبت ب 2 سبرم، او اوسايت فاضيه اتخصبت بسبرم بس لما دخل جوه حصل له دوبليكيشن. اوفر اول انا طلعت ب 46 اكس اكس او 46 اكس واي. ايه المشكله؟ ما هو 46 اكس اكس او 46 اكس واي، ايه المشكله؟ ايه المشكله ده؟ ما هو عادي اهو 46 اكس اكس او 46 اكس واي، ما هو عادي كمل حمل. ايه المشكله؟ ليه بوز 46 ازاي؟ ما انا بقول لك يا اما تخصب باثنين سبرم كل واحد منهم 23 اكس او 23 واي، او تخصب بسبرم واحد وحصل له دوبليكيشن فبقى برده 46، يعني هو اوفر اول 46. ايه المشكله؟ محترم كله جاي من الاب، حتى اسمه الثاني اندروجينيتك. اندروجينيتك يعني ايه؟ جاي من الراجل. كله ار باترنال كروموزوم ديبلويد. ليه؟ عشان انا خاطر بتكلم فيه ارقام مزدوجه. يبقى كلمه اندروجينيتك اللي قدامك دي معناها ان هو متكرر. ليه متكرر؟ قال لك والله علشان خاطر اندروجينيتك. مش فاهم ثاني، انا عندي حاجه من الاثنين، الاوفا دي فاضيه مفيش فيها ماده وراثيه، صفر زيرو او فاضيه، اتخصبت بايه؟ اتخصبت باثنين سبرم او اتخصبت بسبرم وحصل له دوبليكيشن. مشكله ايه اللي طلع 46 يا اما اكس 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 واي عادي بس 46. المشكله ان الماده الوراثيه دي كلها جايه منين؟ جايه من السبرم ده من اب. لسه ما فهمتيش؟ طيب تاني بالراحه خالص. هي الاوفا صفر ازاي؟ كل مشكله ما ده اللي بادئ في الاول. المشكله هو انت استنى، انت اول مره تسمع عن اوفا اوسايت صفر؟ اه الترنر سندروم عادي يبقى فيها ان اكتف نيوكليس اكس او 45 اكس او كونجنتال انومالي. مشكله خلت ان عندي ماده الاوسايت اوف ان اكتف نيوكليس، هي فيها نيوكليس كل حاجه بس مش شغال، مش فيها ماده وراثيه فهي اللي فاضيه. مشكله اتخصبت بايه؟ اتخصبت بحاجه من الست عندها ادفانس انترنال ايدج شحرت فبقى كواليتي الحبه الاوسايت في الاخر كواليتي بتاعتها زباله. اتخصبت باثنين سبرم. ليه دخلت اثنين سبرم؟ لان هي اصلا تعبانه، او دخل سبرم واحد وحصل له دوبليكيشن. اوفر اول بقى في 46 اكس اكس او 46 اكس واي. تعال بقى بقى امال لو انت ما فهمتش الكمال هنعمل ايه في البارشل؟ البارشل بقى لا انا كان عندي اوسايت وكان فيها بتاع كان فيها ماده وراثيه 23 اكس ده اهي حصل نفس الكلام، اتخصبت يا اما باثنين سبرم يا اما اتخصبت بسبرم واحد وحصل له دوبليكيشن. نفس الكلام دي طلع لي بقى ايه؟ ب 23 وده 46 فيبقى المجموع بتاعي 69 اكس 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 او 69 اكس اكس واي. جم من ايه 69؟ 23 من الراجل من الست دول ثابتين، وانا الراجل سبحان الله في الفيزيكال المول داخل ب 46 لوحده. فهي الجمعيه داخل كده، هو داخل ب 46 كروموزوم في القعده دي. فانا عندي 23 مع 46 يجيب 69، او 46 مع اللي ما فيش يجيب 46. اللي مش فاهم يقول وانا قلت انا مش رايح حاجه. الكومبليت مول ما بيكملش كله بيقلب فيزيكولار ستراكشر. البارشيال مول انكومباتبل وذ لايف مش هيكمل، ولكن بيبقى عندي عين وبيبقى عندي فيتال بلاد فيزل وعندي بلاسينتا بس فيها فيزيكولار ستراكشر مقطوعه برضه. حتى هيقول لي سؤال طب افرض احتماليه ان انا كان عندي اوسايت فاضي اهي واتخصبت بسبرم واحد مش هيكمل اصلا، ابو 23 ده اصلا مش هيكمل خالص مش هيبقى حمل اصلا، يعني الاثنين دول هيبقى حمل بس مش هيكمل. انما فرضيه ابو 23 ده مش هيبقى حمل اصلا، مش هيبقى فيه عشان ابدا انقسام لازم يبقى في خليتين، مفيش اصلا خليتين. ملقط؟ اه. البيشنت هتيجي تشتكي لي من ايه؟ اقول لك وانت تقول. اتفضل. جاتك شفت نسبه على اوسايت عاديه؟ ايوه. يعملوا توائم؟ لا لا، التوائم ده لو انا بتكلم عندي اثنين اوسايت اثنين واتخصبت، او واحده واتخصبت وحصلها سبرمين تاني بويضتين وسبرمين ده اوبشن، او بويضه وسبرم وهي نفسها اتقسمت اثنين متماسك كريم وكرم الاثنين هما الاثنين نفس الشكل طالعين نفس الماده الوراثيه، هي كانت واحده واتقسمت. ولا انا باع في المنطقه فيتال بريجننسي والتوائم هنتكلم عنه وازاي نولد والواد الاولاني نازل برجله والواد الثاني نازل براسه ربنا معاه. البنت دي هتيجي تشتكي لك من ايه اول حاجه؟ والنبي لا تقول اول حاجه هتيجي تشتكي البنت من مشكله هرمون. البنت حامل امينوريا سيبته، انت طالعه النهارده في الحصه امينوريا صح ثالث مره تقولي صح سيبته دوبريك. هي هتيجي الاول ان عندها سيبته بريجننسي الست حامل
بعد كده هتيجي تشتكي لك من ايه؟ ببليل. والبليلنج اللي هنا بيبقى لونه كده مميز، اكتب كده اسم برون جوس، كلمة برون يعني البرقوق. يقول لك ايه؟ وهو دم عليه مية، دم مع الدم والمية لونه لون البرقوق، مش مشكلة ماشي. اسمها ايه؟ اسمها برون جوس. زودها 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 عند البلد اللي هي اول حاجة الريجولار فاجينال بليدنج، اكتب جنبها كلمة برون جوس. برون جوس عبارة عن مية، لان العيب بقى فيه مية الاشتجي مع وجود دم، فبقى دم متفتح شوية لون البقول. انا هقول الكلمة دي واللي هيقولها والله يشرح قلبي وصدري والله العظيم. صلى على النبي. العيانة دي بتيجي تشتكي من سيروتوكسيكوز ليه؟ انا ليه الست دي بتيجي تشتكي من سيروتوكسيكوز؟ تلاقي الغده بتاعتها مهيبره. اجل انا السؤال بسهل للدرجه صح، عشان اتش جي كتير مليان، والاتش جي والاتش جي ليه كيس اتش لايك اكتيف. بس انت دي ممكن تجيلك بثايروتوكسيكوز، تلاقي الثايرويد بروفايل بتاعها في السماء. البت طبعا الاتش جي كمان له دور، هناخده رول في انه يعمل هايبرتنشن، فممكن تجيلك سي تي ليبر بكلامسي توكسيمي، تجيلك بضغط حمل بسبب الاتش جي كتير. الاتش جي والفيزيكلز دي قذارتها في ايه؟ انها ممكن تعمل ميتاستاتيك، بتمشي في البلاد فيزل زي اللهلوبر اكورة كده، ممكن تروح عند اللنج او البرين، تروح تعمل ميتاستاتيك، تروح تعمل اي ار بي اس اكيوتروس باريتوري ستريس سندروم، بتمشي في البلاد فيزل، ودي مشكلتها عشان كده بخاف منها. فبيقول لك بس ده ريل، بيقول لك السيمتوم اهم حاجه انه يجي ببليدنج، او ممكن يجي بهايبر ايمسيس، لان الاتش جي هو اللي بيرجع، فتجي لك بترجيع كتير هايبر ايمسيس جرافيديرو، لان الاتش جي كتير. اتنين ممكن تجي لك عن طريق انها تيجي بمشكله ثانيه زي الهايبر ثايرويديزم، او تيجي ب سيكا ايه سيكا ليوتين سيست بالمرة. سيكا ليوتين سيست ده عبارة عن الكيسة اللي هو الكوربس ليوتين اللي كان بيكمل حمل الاتش جي كتير، هكبره تلاقي عندك كيسة كبيرة كده، عديها مش عايزك تقراها دلوقتي، اما تجي للسيكا ليوتين سيست هبقى خليك تقراها. السيكا ليوتين سيست ده مش انا الكوربس ليوتين كان واقف على الاوفري الاتش جي كان بيكبره، انا عندي اتش جي بس، انا عندي اتش جي بيهبل، فتلاقي 19 سم كده فلك عند الاوفري كده ونطلع ليه؟ لان في اتش جي كتير. طيب او يجي لك بقى بمانيفيستاشن الثاني، لما اجي افحصها قال لك والله ممكن تجيب بليدي، ممكن تجيب بين ماشي، بتجيب ابدومين انلارجمنت كتير ليه؟ بطنها بتكبر ليه كتير؟ عشان الاتش جي جي زي بالظبط ست الحامل في توقع، هي بطنها بتكبر ان ريسبونس ان الاتش جي تي عادي. ممكن تيجي ببريكلامسيا بهايبر ثايرويديزم باي حاجه. الانفستيجيشن اتفضل قول. واحد الترا ساوند وبيطلع منظر جميل قوي مميز، وبيجي في الام سي كيو كتير شكل الفيزيكلز على بعض، يقول لك سنو ستورم ابير، سنو ستورم العاصفه الثلجيه، كره الثلج، بسبب ان هو المنظر كله فيزيكلز راكبه على بعضها كده. او اعمل بي تي اتش جي هلاقيه مال عالي قوي، ما تقولش عالي، عالي ازعل، عالي قوي 20 30 الف بالنسبه لك عليه ده قليل، يخش لي في 100 الف. طيب ولو قال لك انفستيجيشن اوف تشويس او الحاجه الديفينيتيف هيستوباثولوجيكال اكزامينشن، اخد البيزك دي احللها الاقيها عباره عن ايه؟ الاقيها عباره عن ميكروبيا. اي حاجه هتطلع من الست لازم تتحل. لما اخد البيزك دي احللها اروح ابعتها المعمل، الاقي المعمل بيقول لي ايه؟ انا ايه الفيزيكالز بتاعتي دي مليان، بيجري ورا والمصحف بيجري وراي، عايز اخلط بيجري ورا. صلى على النبي. الاقي مليانه اتش جي. طيب نعم، انت قلت السؤال ببساطه واجابته معقده، بس هو المصحف الشريف ما انا مزعل فتحت علينا باب والله ما هيتقفل. اسف اسف، ما تكسرش بقلب حد لسه اللي بينزل على دمه. ولا فاهم ولا حاجه، عشان البيزكلز بتفصل ولا بتفصل بينزل دم، هو بتفصل بقى ولا اي حاجه. هو السؤال التاني اللي صعب، صل على النبي، السؤال ده سهل بامانه. البيزكلز وهي بتقع بتفصل بتنزع الاندوميتريوم، هو كاكو يونت والله، فهي داخله بتنزع ينزل دم. ليه البت بتاعت الاكتوبيك بينزل عليها دم جاي حوار الرقشه؟ ليه البت بتاعت اللي حامل الاكتوبيك حامل خارج الرحم بينزل عليها دم على بغض النظر حتى لو ما حصلهاش رقشه؟
كده كده ينزل عليها دم. اقول لك ليه البنت العاديه في المنستريشن بينزل عليها بيبي؟ ليه بيحصل المنستريشن؟ ليه ما حتمش ليه؟ علشان لما البروجسترون بيقل مره واحده بطنه الرحم بتقع. دايما عندي الهرمونات دي عباره عن المحبس، لما ما عادش فيه بروجسترون والكولبس اللي فيها مات نزل للمنستريشن وقع. ليه البنت اللي بتاخد حبوب منع الحمله اقول لها خديها 21 يوم ووقفي ينزل دوره؟ عشان لما وقفت الهرمونات نزل. انا عندي كان في ديسيدوال رياكشن وعامل بروجسترون، فلما وقع ما عادش فيه فينزل الديسيدوال بليف. انسى اللي انا قلته، انا ما قلتش حاجه خالص. خلينا نرجع تاني لكلمتنا، نرجع لحفلتنا. هنعالج ازاي؟ هنعالج ازاي؟ قال لك والله بص، بسم الله الرحمن الرحيم، اول لاين سكشن ايفاكيويشن اند كيوريتاج. هتعمل ايه بالسكشن ايفاكيويشن؟ هجيب بقى ام بتاع الام بي الكبيره دي واخش اجحد بقى اللي موجود ده، وما تنساش تبعت الكلام ده الباثولوجي. ولو سمحت هناك بعض النصائح يجب استباقها. واحد، مش اي حد ماشي في الشارع يخش يجرب، لازم يكون حد سينيور بروفيشنال جرب قبل كده الحوار ده. ليه؟ لان خايف من الامبولايزيشن والبرفوريشن، فما تجيش انت في الغابه وتقول سلام عليكم وعليكم السلام ما جرب. انت عملت قبل كده؟ يا احنا لازم اعرف اعمل. هو انت هتركب عربيه؟ لا ما ينفعش، ما تجربش في حاله فيزيكولار مو. اتنين، قال لك انا بعمل حاجه اسمها بريباريشن للسيرفكس. يعني ايه بريباريشن للسيرفكس؟ انا عايز افتح السيرفكس علشان خاطر اخش افضي بمزاج، فبعمل له رايبلنج، بعمل له سوفتنج، بخليه يبقى طري. ازاي؟ عن طريق ان يحصل له دايلاتيشن. ازاي؟ بالبروستاجلاند. هتشتمني تقول لي مش انت لسه قايل ان البروستاجلاند بتاع؟ اقول لك لا، احنا عندنا بروستاجلاند منها حاجات بتعمل دايلاتيشن ومنها حاجات بتعمل كونتراكشن. انا هتكلم دلوقتي على اللي بتعمل رايبلنج. بروستاجلاند بتعمل دايلاتيشن. قال لك وانت بتستعمل البروستاجلاند دي بعد اذن حضرتك استعملها على طول قبل ما تعمل ايفاكيويشن. يعني ايه؟ البيشنت نايمه اهي، قبل ما اعمل ايفاكيويشن حالا اقوم قايل للبيت يا مس على ايه يلا بروستاجلاند عشان اعمل ايفاكيويشن. اشمعنى يعني؟ اصل انت لو علقت بروستاجلاند وطلعت جبت قهوه ورجعت المهم غير دي، الدايلاتيشن اللي حصل ممكن يطلع منه امبولاي. انا خايف من الامبولايزيشن، خايف من الفيزيكولار مور الصغننه دي انها تطلع تجري في الشارع. فبيقول لك لو انت وسعت له الدنيا وعملت بريبريشن بدري ممكن يحصل لها امبولايزيشن ومتس. انت اديت بروستاجلاند فتحت المواسيب ومشيت، يقوم جاي ولا تنزل ولا نيل، ده يتحرك كل حاجه ده زباله، تقوم ماشيه كده ومعديه ورايحه هناك تعمل بقى ميتس وخلاص. استعمل اوكسيتوشن اللي يعمل يوتيرال كونتراكشن. لا استعمل عادي، استعمل اوكسيتوشن عادي، استعمل اوكسيتوشن عشان يعمل يوتيرال كونتراكشن ويعمل كومبليت ايفاكيويشن لليوتيرال. ولكن في نقطه هنا مهمه قوي قوي قوي، بيقول لك استعمل اوكسيتوشن قبل الكومبليشن اوف ايفاكيويشن. ما ينفعش، يعني ما ينفعش تستعمل اوكسيتوشن قبل ما تفضي الفيزيكال. ليه؟ هدخلها لجوه، ممكن اخليها تعمل امبولايزيشن. استعمل الاكسيتوسين بعد ما تنضج. يعني ايه؟ انا مسكت اهو، شوف كل ده كلمه ايفاكيويشن. كلمه ايفاكيويشن انا دكاتره يعني جبت معلقه وقمت شايل حد من البسبت ديناميك. اول حاجه اللي ماسك المعلقه حد بريتش. اتنين، لازم قبل ما ادخل المعلقه دي مش عارف ادخلها ازاي، اخلي السيرفيس يبقى طري، اعمل له بريبريشن. عشان تعمل له بريبريشن لازم قبل العمليه على طول ما تتخباش، يعني ما تقولش جاي قبلها باسبوع وتعمل، لا يحصل لها ميكس. ثلاثه، خدته ونظفته تمام يا عم انت الاكسيتوسين يعمل التراين كونتراكشن، بلاش قبل كده، لان قبل كده ممكن مع كونتراكشنيه باك فلول الفيزيكلز وتعمل مشكله. انا اليوترس كله ان هو ماشي تروح في البلاد فيزل، هي تروح الباص داخله تروح تطلع تعمل دوره تعمل مشكله. ده بنت جزمه بتحب اللانج تروح تعمل منظر اسمه كانون بول، تروح تلاقي اللانج كده اهو فيها كوره كده اهو متس كده بيخشوا في ار دي اس اكيوترس ريتري ديستريس سندروم. المهم هي عباره عن بلاد فيزل، هي بتحب اي بلاد فيزل، هي عباره عن كورونيك باللايف فاتحه بواسيرها مع الدم تمشي وتعدي مع البلاد فيزل توصل في اي حته في الجسم متسس كانها ورم بالظبط. صل على النبي. الست دي لازم تستعمل وسيله. ليه؟ علشان الاتش سي جي ما يجيش، ولو الاتش سي جي زاد انا هخاف، ممكن اقول ان ده عباره عن ورم. يقول والله اللي هيقول لك ممكن تستعمل بارير ريميسود. يعني ايه بارير؟ يعني كاندوم مثلا، حاجه من الحاجات اللي هي ايه اللي هي بارير تمنع ان السبرم يتعدي. اللي هيقول لي احسن كونترسبتيف ميثود هي الكوكس، ليه؟ يبقى معلم، يبقى معلم كبير. الكوكس ما انا ما قلتش الكوكس صحيح. الكوكس دي اللي هي عباره عن كومبايند اورال كونترسبتيف بيلز، اللي هي عباره عن استروجين وبروجسترون. ايه اقول لك فكرتها الاول؟ هي فكرتها ان انا بدي من بره استروجين وبروجسترون فيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك على الاكسس فيقلل الاف اس اتش والال اتش وبالتالي الست ما تحملش. اي كلام؟ ايه؟ ما هو كده مش هيحصل ايفيليشن مع اي كافي. لا
السؤال ده انت جاي من الاول، ليه انا بستعمل وسيله منع حمل اسمها كوكس؟ الكوكس دي كومباين استروجين وبروجسترون، بديهم انا عندي الاكسس اهو اف اس اتش وال اتش وبعدين تحته استروجين وبروجسترون. انا لما بدي استروجين وبروجسترون بيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك للي فوق ده، فده قل، فلما ده قل ما يحصلش تبويض. ما بمنع التبويض من الاول. لا ده كلام قصير، الحته اللي جايه دي كبير. اولا فاكر لما قلت لك ان انا بستعمل الاتش سي جي في الاندكشن مكان ال اتش، لما قلت لك ان هو شبه الالفا سب يونت بتاعته نفس الفكر ده، هو بيعمل كروس اكشن بيقلل الاثنين، فانا بضرب عصفورين بحجر. ثاني الاستروجين والبروجسترون بيقللوا ال اتش، بيقللوا ال اتش وبيقللوا الاتش سي جي. ليه؟ عشان بيعمل كروس اكشن معاه. لا ده كلام كبير. قدامي خمس دقايق بالظبط. لا وخلص خلص انا خلصت. ماشي. يبقى الاتش سي جي بيقل عشان خاطر ال اتش بيقل، لان الاثنين شبه بعض بالظبط. واللي ما فهمش المعلومه دي مش مشكله، المهم يعني ان الكوكس حلو. ليه كوكس؟ بالمطابق الكوكس هي عباره عن كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز، بدي فيها استروجين وبروجسترون. لما ادي استروجين وبروجسترون ال اف اس اتش وال اتش هيقل، ولما ال اتش يقل ولما ال اتش يقل هيقل مع الاتش سي جي. ليه؟ لانهم شبه بعض. لا لانه ساعات بيبقى بيرزيستنت. يعني ايه؟ بيقف كده اهو ويفضل عامل. استني ما بتفصلي، استني ما نخلص، استني صلي على النبي. بالله في شويه باميه في البيت، انا اصلا مطمن الرساله جت الوقت، في باميه وبطاطس في البيت ولحم. يعني انا جعان فانا عايز امشي، والله جعان والله. صلي بيش عشان تريح ستني بقى بالراحه كده، عشان خاطر اروح اعرف اشوف الكلمتين اللي عندي. صلي على النبي. اب تو ساعات استنى، في الكوكس يقول لك برده الكوكس دي لما تيجي تستعملها خليك ذكي. بصوا يا سيدي، بيقول لك لما تيجي تستعملها وانت ملاحظ ان الليفل اوف بيتا اتش سي بي ايه. يعني النهارده كان 1000 او 100000 بقى 80000، معنى كده ان انا ماشي بسكه كويسه. فبعد اذنك لو سمحت استعمل الكوكس دلوقتي ده، لانك لو استعملت الكوكس وكان الليفل بتاع البيتا اتش سي بي زيد هيحصل حاجه اسمها جي تي ان جاستيشنال تروفوبلاستيك نيوبلازما، وهي اللي بتكنسر. اشمعنى؟ عشان التروما بتاعت الاوفيوليشن. عشان خاطر هو سؤال، الكانسر بيجي منين؟ الكانسر بيجي من الميتاسيس، بيحصل بسبب ميتابليزيا، بسبب ان يحصل بيرفوريشن، بيحصل هايبر. حلو. انا اتغبيت بالظبط، انا اتغبيت واديت استروجين وبروجسترون وكان الليفل بيزيد، ممكن يكون اصلا التيومر بيزيد بالاستروجين. ما هو ورم وبيكبر زي اي حاجه. مش الاستروجين بيكبر، انا مدي من بره اكسوجينس. الورم ما بيمشيش بنفس الفكر، الورم ما بيمشيش بنيجاتيف فيدباك. فمعنى ان انا اديت من بره كبر يا عم الحاج كبر. ده اللي انا بقول لك في الكونترسبشن، لما بيقول لك بعد اذنك الكوكس السيف تو يوز لما الاتش سي جي يبدا يقل. انما الكوكس لو انت خدتها قبل كده ممكن يزود الريسك وفي يحصل جستيشنال تروفوبلاستيك نيوبلاز. ليه ما ركبش الاول؟ هيروح يحصل برفوريشن، لان انا اصلا بقول لك ده ميه نار موجوده في اليوترس ممكن تخرمه. هو كله عباره عن تروفوبلاست موجوده، انا وانا بدخل اليوترس اعمله. قد يصل الموضوع ان استعمل كيمو سيرم زي الاورام. امتى؟ لو كانت واحده جايه لي عم وعليها البيتا اتش سي مثلا زي بقاله شهرين، بقى لها شهرين البيتا اتش سي زي، او كان اختفى الحمد لله في خمس ست شهور ورجع رد تاني. ما هو رد تاني حاجه من الدنيا، يا حمل تجاهها ورم وانا بدي لها كونترسبشن يبقى كيمو حملتش يبقى جالها ورم، بدي لها كيمو سيرم. لو واحده بليدنج ما بيقفش عندها، لو واحده جات لك بميتاستاتيك موجود، يبقى بص ست شهور وشهرين، خلال شهرين لسه عايل او ست شهور ظهر تاني. لو في بليدنج كتير او لو في برين ميتس جاي لها ميتس ادي كيمو سيرم. شكرا. عندنا بكره حصه انا احمل دي الهم حاجه من حصه النهارده. في عندك ورا صفحتين اسئله بتوع الامتحانات، قسما بالله اللي ما جاي بكره حللهم. طب انا اعرف منين انك حلتهم؟ لان في سؤالين انا ما قلتهمش مش موجودين عندنا. بالله عليك ما تضيع تعبنا، تروح تقرا الموضوع تيجي زي اسمك حال. استنى معلومه ثانيه، عندي بكره الكوز بتاع الجزء ده اهو مع الماتيرنال تشينج ديورنج بريجننسي. لازم النهارده تقعد تذاكر لي الماتيرنال تشينج عشان بكره يبقى عليه سؤالين. شكرا. قعدنا بكره حصتين. في حد لسه عايز يجي الصبح؟ طيب احنا معانا بكره حصتين، 9 الصبح و2 الا ربع زي النهارده. شكرا. يا دكاتره استنى، اقفل الباب. تعال انت رايح فين؟ انا هسابقك. تعال دكاتره. بس ايه ده عشان اقصد. انا ما عنديش مشكله في الحوار، انا اديت لناس كتير الفيديوهات. حد غبي راح رفعها، غبي متخلف راح رفعها على جروب.
متخيل ما انا مش فاهم الدماغ. يعني انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي مش خسران حاجه. حد واخد الفيديو امرفه يعني كان في حد ناقص حاسه دول امرفه بتاع الابلكيشن بقى كلمني هبني ليه؟ لان الحوار ده احمد دافع في موال في فيلم كده وموال والحوار بقى باركو فاحنا متشافين مع بعض في هذه الدقيقه واي حد ناقصه حاجه انا انا هعيد الحصه الثانيه مفيش مشكله. انا المهم عندي ما تجذبش دماغي انا دلوقتي بذاكر كذا ابدا من دلوقتي معايا واي حاجه ثانيه انا ساتسفايد ان انا هعيدها لك لو هقعد يوم عيد كل حاجه ما عنديش مشكله. اهم حاجه عندي من النهارده لو سمحت الناس تبدا تسجل خلاص شد حيلك. لا يا عم انت طيب.